بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في تغطياتنا المستمره والحصريه لبطوله افريقيا الابطال للسيدات لكره الطائره والتي تقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره. النهارده هنزيل حضراتكم مباراتين، مباراه نادي الشمس وفاب الكاميروني في المجموعه الثالثه، المباراه اللي بشكل كبير هتحدد ترتيب المجموعه الثالثه. غالبا يعني المباراه النهارده هتكون على الوصيف، لان نادي الشمس خسر مباراته الاولانيه، فغالبا المباراه دي هتكون على الوصيف، ومباراه هامه جدا لنادي الشمس. وصيف البطوله الافريقيه اللي فاتت اللي اتعملت في تونس مهم جدا لنادي الشمس انه يفوز النهارده بمباراته. كل التوفيق طبعا اكيد لنادي الشمس. المباراه الثانيه هيكون النادي الاهلي وريفينيو الرواندي، المباراه اللي هتكون الساعه 8 وهننقلها لحضراتكم على الهواء مباشره ايضا، واكيد هنتناول مباراتين فنيا في استوديو التحليلي زي ما عودنا حضراتكم قبل كل مباراه العاب الصالات او الالعاب الاخرى. خليني اقول لحضراتكم الاول ان احنا 19 فرقه، ده اليوم الثالث للبطوله، بشكل كبير بدات الامور تتضح، وده اللي هنقوله مع ضيوفنا اللي برحب بيهم طبعا في البدايه. برحب بالكابتن هشام بدراوي طبعا مدير فني السيدات والانسات لمنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، وان شاء الله تبقى بطوله كويسه، واكيد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بطوله كويسه وقويه باذن الله. برحب بنجمه النادي الاهلي السابقه ندى ايمن، منورانا ندى. منورك يا كابتن هيثم، ان شاء الله تبقى بطوله حلوه ونسعد بيها جميعا كلنا ان شاء الله، والاهلي يتوج بيها في الاخر ان شاء الله. كابتن هشام، يمكن حضرتك مدير فني طبعا السيدات والانسات لمنتخب مصر، خلينا نتكلم عن البطوله يعني فنيا، اخبارها ايه؟ 19 فرقه مشاركه، حضرتك ليك رؤيه طبعا اكيد لان حضرتك مهتم بيها في المقام الاول لاختيار منتخبات مصر. اولا بطولات الانديه الافريقيه او بطولات الانديه مستواها اعلى من اي حاجه تاني، يعني اعلى بطوله في افريقيا هي بطوله الانديه، اذا كانت ولاد او بنات، عشان فيها لعيبه محترفين وفيها كم من اللاعبين كتير جدا، ودي الرقم 29 عندنا في مصر منظمه في مصر، واكبر عدد اشترك في البطوله هو السنه دي حوالي 19 فرقه، كان الرقم القديم 18 فرقه سنه 2018 كان برضو مصر منظماها. فاحنا تملي في مصر منظم البطولات اكبر عدد كم من اللعيبه فرق بيجي بيشترك في مصر، صحيح، ودي برضو عشان الاستقرار والامان وكل حاجه بيبقى والتنظيم وكل حاجه نجاح التنظيم وكل حاجه بيبقى في مصر. نعم. فعشان كده الفرقه كلها بتيجي، فمستواها عالي فنيا، عالي جدا، ودي صعوبة على الأندية بتاعتنا المصرية علشان المستوى العالي ده، وإن شاء الله ربنا هيوفق ونادي الأهلي يدوك إن شاء الله، الشمس إن شاء الله ربنا يوفقه النهارده بإذن الله. ونبقى إيه كده، يبقى يوم سعيد علينا، يوم سعيد علينا إن شاء الله. ندى، يمكن شاركتي أنت في بطولات كثيرة مع النادي وشفتي حتى المستويات، يعني كلميني على المستوى الفني للبطولة، أنت شايفاه من أقوى المستويات السنة دي، شايفه قوه البطوله دي ان شاء الله احنا جاهزين له كفرقه النادي الاهلي ولا لا؟ طبعا هي انديه غالبا بتنافس الانديه الكينيه، وهم جايين بفرقتين، واحنا النادي الاهلي وقرطاج التونسي، فهي فيها كذا فرقه من اللي بينافسوا على البطوله، فطبعا بطوله فنيا قويه جدا، والاهلي مستعد لها كويس، عامر معسكر كويس قبل البطوله، لاعب ماتشات قويه جدا، فهو يعني مستعد كويس ان هو يحقق اللقب دوت. ندى، احنا خدنا 8 القاب قبل كده، والبطوله دي البطوله التاسعه ان شاء الله. يمكن السنه اللي فاتت كانت مفاجاه شويه، خرجنا من مباراه قبل النهائي من نادي الشمس، كانت مفاجاه فعلا. نادي الشمس قدم مباراه كويسه جدا، والبنات عملوا اللي عليهم وزياده، بس هي بتبقى ظروف ماتشات، يعني حاجه خارجه عن ارادتهم يعني. فاحنا مرشحين الاقوياء جدا للبطوله، يعني احنا والفريق الكيني وقرطاج صحيح حامل اللقب. طب كابتن هشام، يمكن خلينا نتكلم عن مباراتين النهارده ان شاء الله نتناولهم فنيا اكتر. خلينا نقول نبتدي بمباراه النادي الاهلي، يعني حضرتك شفت مباراه النادي الاهلي الاول امبارح، يمكن الاهلي بيلعب يوم وبيريح يوم، بيلعب يوم وبيريح يوم. ما دي الاهلي حضرتك الفني عن المباراه الاولى النهارده، المباراه ان شاء الله هتبقى لصالح النادي الاهلي، الاهلي اقوى من الفريق. مباراه اليوم ريفينيو الرواندي، فالنهارده الاهلي ان شاء الله هيعمل مباراه قويه وهيسعدنا ان شاء الله. بس رواندا يمكن فريق اقوى شويه من الفريق اللي احنا بنناه. رواندا فرقه صعبه كدوله كمنتخب، فرقه صعبه وفيها شغل بقى لهم فتره قليله جدا، 4 5 سنين، عندهم منتخب قوي جدا، وجايبين مدرب كيني. هو بيمرر منتخب رواندا، وفعلا رواندا
على مستوى المنتخبات دلوقتي بقت مستواها عالي جدا وبتنافس، و 90% من اللعيبه اللي موجودين مع النادي هم في المنتخب بتاع رواندا اللي احنا تملي بنقابله كمنتخبات. صحيح. وعلى فكره كينيا هي بوابه رواندا، يعني احنا رحنا رواندا ورحنا كينيا. رواندا تقريبا كل يوم رحله او اثنين من كينيا، نيروبي ورواندا يعتبروا على طول هم الاثنين دوله واحده، دوله واحده او فريق واحد. هم بيعملوا طفره جديده في طفره في رواندا، وكينيا برضه عامله طفره. يمكن الانديه فيها لاعبات كبار السن شويه في كينيا، اما عندهم قاعده من الناشئين دلوقتي قويه جدا. يعني بدات كينيا تهتم تاني بكره الطايره عشان ترجع تاني. في فرقتين مشاركين، الانابيب الكيني والسجون، ودي احسن لنا يعني عامه، احسن لنا احنا كمصر ان المنتخب عندهم متقسم على فرقتين. فدي بس يا كابتن في المنتخب في لعيبه محترفين كينيين في الخارج، يعني بيتهيألي المنتخب يبقى اقوى. الكاميرون لا، بس الكاميرون كينيا ما عندهمش محترفين، يعني يمكن واحده او حد. اما الكاميرون يمكن اكثر من اربع خمس لاعبات من الكاميرون محترفين بره فرنسا، يعني المنتخب بيكون اقوى. انما كينيا المنتخب كينيا هم اللي بيلعبوا قويه جدا. كينيا قويه جدا، هي المنافسه بتاعتنا النهارده هي كينيا، مصر وكينيا فقط. طب خلينا نقول يا كابتن ان مباراه نيكومبا الاوغندي النادي الاهلي لعبها اول امس، خلصت 3-0، شفنا تفوق واضح للنادي الاهلي، تسيد من اول شوط لاخر شوط. بس شفنا نيونج الكاميروني وريفينيو خلص 3-1، معنى كده ان الفريق الرواندي عنده طيب. اما بقول لسيادتك الفريق الرواندي عنده، لا بتبص في تعليمهم كلهم صغيرين في السن. صحيح. الاوتو بتاعهم كلهم صغيرين في السن، فرقه جديده طالعه ونادي وبلد جديده بتتنشئ وانديه جديده بتتعمل، فهي فعلا هتلاقيهم ماتش، هتلاقيهم ماتشنا معانا النهارده يمكن ال طب يا كابتن خلينا نعلق على اللي احنا بنشوفه ده. طبعا نجم كرة القدم أجاييه، النجم النيجيري المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، هو بيسلم على الجهاز الفني والبعثة، بعثة فريق الجمارك النيجيري. طبعا بلد واحدة، وهم أكيد طبعا عارفين أجاييه. وأجاييه على فكرة بالمناسبة انضم لمنتخب نيجيريا في تجميع منتخب نيجيريا بعد ظهوره بمستوى رائع مع النادي الأهلي في بطولة أفريقيا اللي فاتت. وطبعا بلديات بقى وقاعدين بيتكلموا مع بعض، ودي طبعا لقطة ما سابتهاش قناة النادي الأهلي الحقيقة. وطبعا بياخدوا الصور التذكاريه حتى مع اجاييه. وزي ما قلنا لحضراتكم النادي الاهلي كان وش حلو جدا على اجاييه، يمكن عندما قدم اجاييه ما كانش طبعا بهذه الشهره العريضه في نيجيريا، وكمان يعني انضمام المنتخب كمان حاجه جيده. فطبعا النادي الاهلي زي ما بيقولوا هو قبله الرياضيين في افريقيا، والنادي الاهلي في كل الالعاب مش الحقيقه كره القدم بس، لا هتلاقي في كل الالعاب النادي الاهلي معروف، سله، طايره، يد، كل الالعاب، حتى تنس الطاوله عندك كل الالعاب. انا مش عايز انسى لعبه، ولكن الحقيقه النادي الاهلي يعني قبله كبيره والناس كلها عارفه يعني النادي الاهلي، وبيبقوا في منتهى السعاده وهم متواجدين داخل النادي الاهلي. فكانت الحقيقه لقطه طريفه قوي ان اجاييه بيتكلم يعني مع الجهاز الفني وبعثه الجمارك النيجيري. يمكن ندى اجيلك، احنا ان شاء الله عندنا مباراه النهارده، مباراه بعد بكره ان شاء الله، متوقع النادي الاهلي ياخد الثلاث ماتشات. كلميني عن دور الثمانيه، احنا كنا بنتوقع امور كده قبل الهوا، كلميني عنها برضه. هو ان شاء الله الاهلي هيحسم مقعد الاول في المجموعه ان شاء الله. غالبا احنا هنقابل تاني المجموعه الثالثه اللي فيها السجون، ودي لقطات من المباراه الاولى طبعا ضد نيكومبا الاوغندي، ودي لقطات احنا بنذاعها، وكانت خلصت 3-0 للنادي الاهلي. اتفضل يا ندى. بالظبط، هو هنقابل المجموعه الثالثه اللي فيها السجون والفريق النيجيري وفريق انجس الكاميروني وفريق بوركيني واسلت ميمودا الايفواري. فاحنا غالبا هنقابل كاول مجموعه، هنقابل تاني المجموعه ديت اللي هو الجمارك النيجيري. الجمارك النيجيري النيجيري بس دي الجمارك مش في الجمارك في المجموعه الرابعه، يعني احنا هنروح على المجموعه الرابعه صح؟ بالظبط. المجموعه الثالثه. الثالثه ولا الثالثه يا كابتن؟ صح الثالثه. احنا اول هنلعب المجموعه الرابعه. الثالثه. الثالثه هو بيرد على الثالثه. طب احنا ممكن كده ندى نقابل الشمس. يعني لو هنرد على المجموعه الثالثه، انا على حد معلوماتي ان احنا هنقابل المجموعه اللي فيها السجون الكيني. السجون الكيني السجون الكيني والفريق النيجيري. بس ايا كان مباراه دور الثمانيه مش هتبقى بقوه، لا طبعا مش هتبقى بقوه، لا التمهيدي ولا قبل النهائي. بالظبط، هي هتبقى مباراه يعني تجريبيه للدور النهائي. مربع فريق النيجيري فريق كويس، فيهم
لعيبه كانت محترفه عندنا في النادي الاهلي بالنسبه حقيقي. رقم اللعيبه استر دوسو كانت محترفه معانا هنا اهوت في النادي الاهلي من 2008 ولعبت معانا البطوله اللي كانت مقامه هنا في النادي الاهلي في الجمارك النيجيري في الجمارك النيجيري صحيح كانت بتلعب دي كويس يعني بس هي دلوقتي بتهيالي بقت خبره اكتر كبرت اكتر بالظبط بقت كبيره يعني اللعيبه الكبار السن هو الفريق النيجيري كله لعيبه كبار في السن يعني ما فيش حد فيهم لسه صغير صغير زي فرقتنا يعني احنا فرقتنا اغلبهم صغار في السن وناشئين طالعين جداد فدي برضو هتبقى حاجه ظريفه خلي بالك الجمارك النيجيري ده مش بس في كره الطايره سيدات في كره البسكيلا برضو وهتلاقيه في اليد دايما بيبقى افريقيا لا الجمارك بالذات اللي هو الكاستم ده بتلاقيه على طول وهو اقوى نادي بطل نيجيريا هو بطل نيجيريا واضح ان هم عشان الجمارك فمعاهم فلوس يا كابتن فبيصرفوا وبيسفروا وبتاع هو الحقيقه بلاقيه بيشارك في كل حاجه وبيعدوا كويس وبتاع لا يعني فريق وهم بيجيبوا لعيبه كويسين جدا لياقتهم البدنيه عاليه عندهم قوه جسمانيه كويسه فهو فريق بيبقى قوي يعني مباراه هتبقى بالنسبه للاهلي فرصة ان هو يقدم كل اللي عنده وتبقى مباراة ليه يعني يقدر يشوف هو هيعمل ايه في الادوار اللي بعديها اكيد هيلاعبهم طبعا كابتن حمدي الصافي المحلل التقني طبعا ايمن فؤاد عبد السلام طب خليني اتكلم معاكي في حاجة تانية نتكلم اكتر عن ماتش الاهلي توقعاتي كابتن حمدي الصافي هيبتدي التشكيل من النهارده ليه انا بتكلم عن مباراة الاهلي لان احنا بعد كده هننتقل ان شاء الله للكلام على مباراة نادي الشمس عشان تبقى قبل المباراة على طول خلينا نقول مين التشكيل اللي انت تتوقعه يبتدي بيه من في مركز واحد من مركز اثنين ثلاثة أربعة يعني كلميني أكتر أعتقد إن كابتن حمدي هيبدأ بالتشكيل الأساسي بتاعه لأن الفريق دوت فريق مميز وصعب عايز يخلص بدري الفريق دوت على فكرة خرج الشمس سنة 2006 في دور الثمانية قبله الشمس في بطولة أفريقيا اللي كانت في تونس وخرجهم في دور الثمانية فهو فريق كويس فأعتقد إن كابتن حمدي هيبدأ بتشكيله الأساسي كابتن برضه هشام قال لنا إنه معاهم مدرب كمان لا ده الفريق الرواندي الفريق الرواندي معاهم فريق معاهم مدير فني كمنتخب لكن يعني هو الفريق دوت بالذات يعني النادي دوت اللي هو اللي هنلعبه النهارده ليه تاريخ كويس في البطوله هو ما بقالوش كتير في البطوله بس هو تاريخ كويس طب التشكيل اللي ممكن نبتدي بيه كابتن حمدي اعتقد كابتن حمدي هيبدا بالتشكيل العادي شروق رقم 9 معده والكروس بتاعتها ايه الشامي مع نهله سامح والمحترفه في مركز اربعات ولاعيب الثلاثات فريده العسقلاني ومريم متولي والليبرو مريم مصطفى وبتهيألي في طبعا ما شاء الله يعني المجموعه دي موجوده في مجموعه زيها بالظبط جاهزه بالظبط الدكه ما شاء الله يعني كل لعيبه فيهم تشيل فرقه لوحدها يعني طب قولي لي برده مين اللي ممكن يكون بديل مين على حسب مين اللي فايق برده كلميني هو اعتقد ان كابتن حمدي هيبدا بالتشكيل الاساسي لو التشكيل مشي كويس والمباراه مشيت كويس هيجرب كل اوراقه يعني لو الفرصه تسمح له طب قولي لي يعني شروق هينزل مكانها دانا مثلا هينزل مكانها بالظبط دانا قصيره ثانيه صغيره في السن وصاعده ومحتاجه تكسب خبره في البطوله ديت وعندها برضو ميزه كويسه ان هي اطول في صدها عالي بالظبط حائط صدها كويس وجنبها كويس عندنا في اربعات مركز اربعات ممكن يجرب رحمه المهندس عندنا في مركز ثلاثات نرمين المنشاوي برضو خبره في الفرقه وتقدر تسد في اي بالزبط. وقت عندنا في مركز ثلاثات قلنا نرمين المنشاوي ممكن نور ياسين كمان لعيبه صاعده اسد في المركز ده بصراحه يعني ربنا يحميها لسه صغيره وخدت خبره وهي صغيره بالظبط خدت خبره وبتأدي اللي عليها وزياده يعني واحد بيتفاجئ بمستواها عندنا مايا ممدوح في مركز اربعات هتشارك على ما اظن برده تالي ما في رنا الجوهري في مركز اتنينات تالي الكابتن ما عندوش اي مشكله حبني صافي في ان هو يختار اي ست لا خالص اي واحده فيهم هتنزل وهتأدي اللي عليها ومستوى الفني يسمح لها ان هي تشارك وتبقى نجمه كمان يعني صحيح. فهو ما شاء الله عنده دكه زيها زي اللي في الملعب ودي حاجه مش بتتوفر دايما في كل الفرق صحيح. فدي ميزه كبيره جدا عندنا يعني صحيح طب كابتن هشام يعني برضو توقعات حضرتك للتشكيل كابتن حمدي هيلعب ازاي محتاج يخلص الماتش بدري ازاي كلمنا اكتر فنيا وحضرتك هو معنا. التشكيل اللي كابتن حمدي هيبدا بيه هو نفس التشكيل اللي قالته ندى الشروق معده هي ومعاها كروس بتاعتها هي الشامي ومتولي مع المحترفه كاترينا فريده والمحترف مع نهله في مركز اربعه والليبرو الستة دول أو السبعة اللي احنا عندنا دول هم منتخب مصر الأساسي يعني هم منتخب مصر الأساسي بس ميزة الفريق ان هو زي ما قلنا ان عنده البدلاء أحسن والميزة أكثر اللي النهارده ويمكن دي الميزة في الأهلي ان هم البدلاء أقل سنا من الأساسي ودي ميزة ودي لازم تتعمل في الأندية كلها وفي المنتخبات يبقى اللاعب الأساسي
اكبر سنا من الاحتياطي، ما يبقاش الاحتياطي اكبر من الاساسي زي بعض الالعاب تلقي اللعيب الاحتياطي اكبر سنا من الاساسي، وده طبعا ما ينفعش. فهو هنا برضو كابتن حامد الشام عنده كل اللعيبه البدلاء اصغر سنا زائد اللعيبه الاساسيه. يعني حضرتك شايف نقطه، انت اثرت نقطه مهمه جدا يا كابتن الحقيقه، انا عايز اقف عليها معلش، ان اللاعب الطبيعي في الرياضه ان يبقى اللاعب اللي بيلعب هو الاكبر سنا والاكثر خبره، ويكون البديل بتاعه الاصغر. اصغر. يعني طبعا ده لو قلنا الايديال او الحاجه اللي هي ايه مثاليه. طيب يعني في اوقات ممكن تلاقي اللعيب الصغير طالع عنده كفاءات اكتر كتير من اللعيب ممكن يلعب. بالظبط. ممكن يلعب، انا ما بقولش ما يلعبش، بس يبقى تملي الاساسي اصغر، الاساسي اكبر سنا من الاساسي. تمام انا فاهم. عشان لما يجي فرصه خبرات وخبره، وبعد كده الكبير لما يجي يعتزل فنلقي الصف الثاني او اللاعب الناشئ واخد فرصته واخد خبرته. صحيح. ما يبقاش في فجوه ما بين نقطة مهمة حضرتك يا سلطان، مهمة جدا طبعا. هي دي مهمة جدا، ما يبقاش في فجوة. صحيح. الفرقة تقع، ويمكن كلام كرة القدم مشهور قوي عندنا في مصر، كلام ان في فرق كبيرة جدا وقعت مرة واحدة عشان جاب البدلاء وما عرفش تقف على رجليها تاني، ما عرفش تقف على رجليها تاني، ما بتعرفش تقف. يعني احنا هنا في النادي الاهلي هو في منتخب مصر نفس الطريقة، تملي البدلاء اصغر سنا من الاساسي عشان بياخدوا فرصتهم وبياخدوا خبرتهم، فلما بيجي اللعيب الكبير بيعتزل فعلا ما بيسلم الرايه، بنسلم الرايه. هو بالتالي احنا فرقتنا ماشيه كده يا كابتن، احنا فرقتنا كلها لو تشوف سيادتك في مريم منتخب مصر 23، مريم متولي منتخب مصر 23، هاي الشام منتخب مصر 23، دانا شوقي منتخب مصر تحت 20، فريده العسقلاني منتخب مصر تحت 20، نور ياسين تحت 20 18 كمان ان شاء الله، رحمه لما منتخب مصر تحت 20، هتبص تلاقي مايا ممدوح تحت 23، ندى تحت منتخب مصر، فهتلاقي كل اللعيبه دول تحت 23. ففي لعيبه ايه خالد، نهله، نهله سامح، نهله سامح كابتن الفريق، وشروق، هتلاقي البدلاء دول لما اعتزلوا مش هيحصل اي فجوه في النادي الاهلي ولا مشكله، مش هيبقى في اي مشكله، هنلاقي اللي يعوض. طيب يا كابتن، في المباريات اللي زي النهارده مع ريفينيور رواندي يمكن ما عندناش داتا كبيره عنها، تفتكر كابتن حمدي الصافي هيلعب بأني فكره؟ هل هيلعب بكل اوراقه ولا هيلعب المباراه على قدها؟ لا، هو الثقافه الرياضيه او الاخلاق الرياضيه ان انا ما استهترش بالفريق اللي قدامي، ودي اتعلمتها واحنا صغيرين من الله يرحمه مختار التشت، انا عجوز في السن يعني. كان ماتش في الاهلي مره مقام، وفرقه كوره بتكسب، كان ياميها بيكسبوا فرقه كوره ناشئين بيكسبوا ال 20 و30، فوقف الماتش مختار التشت ونزل الملعب ومسك فرقه النادي الاهلي هزقهم. من الروح الرياضيه والاخلاق الرياضيه، لو تقدر تكسب الفرقه اللي قدامك اكسبها، ما تستهترش بيها ولا تنزل منها. صحيح. ودي الروح الرياضيه كده. شفت الموقف ده بنفسك؟ شفته بنفسي. انا كنت كابتن مختار التتش، الله يرحمه، فما حدش منكم شافه. بس لا، بس يعني دي خلي بالك دي الاسس، فدي ربطنا واحنا ربطنا انا وانا صغير واحنا عيال صغيرين، اللي احنا فعلا ان الروح الرياضيه والاخلاق الرياضيه ما تستهترش بالفريق اللي قدامك. بكل جد. عشان معنى لا انا هكسبه 25-0 ان انا اتريق او انزل الاحتياطي او لا، وممكن يدي فرصه للعيبه كلها اساس ما يحملش على اللعيبه بتوعه عشان الماتشات الجامده. ممكن جدا بيكون بيلعب بطريقه معينه او بخطه معينه على اساس لما يجي الماتش النهائي المنافس بتاعه ما يعرفش قوه الضعف والقوه عنده. يعني في محلل تقني موجود مع كل فرقه، كل الفرق فيها محلل تقني، وفي زائد الاتحاد الافريقي او النادي الاهلي نفسهم حاطين ناس للتحليل التقني وبيدوه للفرق الثانيه، فهو لازم يلعب بطريقه. وكابتن حمدي طبعا انا عارف يعني لعيب كبير ومدرب كويس قوي بسم الله ما شاء الله، عنده كذا طريقه للعب او كذا خطه للعب، لكل مباراه لها طريقتها معينه ولها ناسها معينه، فعلى هذا الاساس ما نقدرش نفرض حاجه على احنا ولا حتى نتوقع، لان هو قال الملعب، هو قال الملعب وعارف مين هيلعب النهارده عشان يريحه بكره ويلعب مين بكره، والفرقه اللي بره اللي بتعمل عليه سكاوتنج وهكذا. صحيح. طب يا كابتن، انت شايف ان وقعنا في مجموعه، يعني يمكن كابتن رؤوف عبد القادر كان معانا، هو رجل كره طائره ايضا، كان قال ان احنا يعني قال للاسف وقعنا في مجموعه مش قويه. هو دايما كابتن رؤوف فلسفته يقع في المجموعه الاقوى احسن ما يقع في المجموعه الاضعف، شايف ده من وجهه نظرك ازاي؟ الكابتن رؤوف، اولا قبل ما نتكلم على الكابتن رؤوف، الكره الطايره النسائيه خسرنا كابتن رؤوف عبد القادر، خسرناه فعلا، ودي اعلنتها كذا مره ان خسرنا كابتن رؤوف عبد القادر كمدرب
كرة طايرة أنسات من أكفأ المدربين كرة طايرة أنسات، الكفاءة كانت كفاءة بسم الله ما شاء الله. يعني حتى في المنتخب كان معانا في المنتخب أو كنادي أهلي، هو كمان دلوقتي الحقيقة كفاءة إدارية كمان، هو كفاءة إدارية طبعا، بس أنا برضو مستخسر في الكفاءة الإدارية. ممكن أي واحد يبقى داري، بس مش ممكن أي واحد يبقى مدرب. صحيح صحيح. فأنا بنادي الكابتن رؤوف تاني، ارجع رؤوف ارجع معاك، ده من ابني من ولادي. أنا أول دراسة أنا اديتها للمدربين. أه طبعا ربنا يديك الصحة. بقول له ارجع رؤوف تاني للتدريب. خلاص هنوجه له الرساله دي ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين، نروح لزميلنا كريم احمد طبعا مراسل قناه النادي الاهلي في ارض الملعب ولقاءات واجواء. اتفضل يا كريم. سعيد لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان من مقر النادي الاهلي بالجزيره وتغطيتنا الخاصه للبطوله الافريقيه رقم 29 لانسات الكره الطائره. في البدايه طبعا النادي الاهلي لديه مباراه مهمه اليوم، الاهلي وريف الزردواني طبعا في الساعه 8 مساء، وفي هذه اللحظات نادي الشمس ونادي فاب الكاميروني. يمكن فريق فاب الكاميروني او الفرق الكاميرونيه معروف عنها هي بتبقى الحصان الاسود في البطوله، مقدمه مباريات مميزه خلال المباراتين الماضيتين بالنسبه لهم طبعا في هذه البطوله. لكن فريق نادي الشمس زي ما احنا عارفين يمكن فاز امس في مباراه الامس وتعثر في مباراه الانابيب الكيني، واكدنا قلنا ان الانابيب الكيني من اقوى الفرق المشاركه في هذه البطوله، بجانب كمان نادي قرطاج اللي يمكن متميز جدا وحامل لقب البطوله. حضور متميز في هذه المباراه، يمكن زي ما احنا شايفين او يمكن متواجد في هذه المباراه معالي الوزير العامري فاروق طبعا نائب رئيس النادي الاهلي، وايضا كمان دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي في متابعه لحظه بلحظه طبعا هنا من صاله الامير عبد الله الفيصل. وتاكدنا كمان ان المباراتين مقسمه على جزئين، جزء بيكون في صاله الامير عبد الله الفيصل والجزء الاخر في صاله الشهداء. طبعا عارفين ان في 19 فريق فعدد المباريات بيكون كتير شويه، لكن حابين طبعا نشيد بالتنظيم بالنسبه للمباريات وارضيه الملعب. الحقيقه كمان من خلال لقاءاتنا كابتن هيثم مع الوفود ورؤساء البعثات ومع الفرق المشاركه بيحيوا بشكل كبير وبيشيدوا بشكل كبير جدا، بدايه من حفل الاستقبال للمباريات، التنظيم، المندوبين المشاركين طبعا مع كل الفرق في فندق الاقامه او هنا في ملعب المباراه او بشكل عام في النادي الاهلي. الحقيقه بنتمنى تستمر هذا الاداء بالنسبه لكل المنظمين، بدايه طبعا من مدير البطوله كابتن رؤوف عبد القادر وحتى اصغر واحد في هذه البطوله. عدد كبير من البطولات، بطوله الطائره سيدات، ثم يليها بطوله الطائره رجال، ومن بعدها ابطال الكؤوس لكره اليد، ثم بطوله السوبر مع نادي الزمالك. عدد كبير من البطولات بينظمها النادي الاهلي، لكن الحقيقه من اللي احنا شايفينه من التنظيم في هذه البطوله يدي مؤشر كبير جدا ان هتكون كل البطولات ناجحه باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي. فهذه اللحظات يا كابتن هيثم بيجري طبعا على الفريقين، فريق فاب الكاميروني وايضا كمان فريق الشمس بيجروا عمليات الاحماء. كابتن هيثم طبعا المدير الفني لفريق نادي الشمس يمكن عمل جلسه مع الفريق تحفيز كبير للاعبات. عارفين طبعا زي ما بناكد ان الفريق فاب الكاميروني من الفرق القويه جدا، لكن اكيد دايما بيبقى عندنا ثقه كبيره في فريق النادي الاهلي بالفوز. عندنا ان شاء الله ثقه في الممثل المصري الثاني فريق نادي الشمس لحصد نقاط هذه المباراه، لان هو بيأدي اداء رائع جدا. اكيد هنكون مستمرين معاك كابتن هيثم، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي وتغطيتنا الخاصه هنا من مقر النادي الاهلي الجزيرة، وايضا كمان يكون لنا لقاءات عقب هذه المباراه. وباذن الله بنتمنى التوفيق لنادي الشمس ان يحفظ نقاط هذه المباراه. مستمرين معاكم كل مشاهدينا، لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي وكابتن هيثم السعيد وكل نجوم الاستوديو التحليلي. الزميل كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي بارض الملعب بصاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره، شكرا جزيلا. واكيد هنرجع لك عشان اللقاءات، والحقيقه بيبقى مهم جدا تنقل لنا الاجواء والكواليس بتاعه البطوله وكواليس الماتشات. ارجع لضيوفي ندى، يعني كابتن رؤوف انا كنت قلت برضو الكابتن هشام، كابتن رؤوف كان كلامه امبارح معانا كان يتمنى ان احنا نقف مجموعه قويه، والحقيقه انا يعني من وجهه النظر دي، بس بيتهيألي اللي عايز ياخد البطوله ما يفرقش معاه وقع في مجموعه سهله مجموعه صعبه، لازم يكسب الكل. طبعا هو كابتن رؤوف، انا لعبت مع كابتن رؤوف سنين طويله في الدرجه الاولى في النادي الاهلي، وكابتن رؤوف اول واحد صعدني الدرجه الاولى، وهو فعلا فلسفته بان المباريات كل ما كانت اصعب في الاول بتشد حماس الفرقه وبتخلي الفرقه تركز اكتر وبتبدا تخلي الادوار النهائيه بالنسبه لها اسهل. فطبعا هي زي ما حضرتك بتقول ايا كان المجموعه اللي وقع فيها النادي الاهلي سواء مجموعه سهله او صعبه دوت مش هيفرق معاهم في حاجه. صحيح، اللي عايز يكسب بيكسب. بالظبط. صحيح. ما بيفرقش قوي يعني مجموعه قويه او مجموعه ضعيفه، البنات هتأدي اللي عليها بغض النظر عن هم مين بيلعبوا مين او مين المنافس بتاعهم يعني. صحيح. طيب كابتن، يعني نتنقل لمباراه الشمس. مباراه نادي الشمس عايزين نعرف الساده المشاهدين برضو بالظروف اللي حاطط بنادي الشمس قبل البطوله.
وسبب اشتراكه في هذه البطوله. خلينا نقول للناس ان هو وصيف بطوله افريقيا الماضيه، خد مركز الثاني ولعب الفاينل مع قرطاج وخسر 3-2. يعني كلمنا اكتر بقى لان خلاص هو فاضل اقل من نص ساعه وتنطلق مباراه الشمس، فاحنا لازم نتكلم عنها. اتفضل يا كابتن. فريق الشمس يعني حصلت له مشاكل كتير السنه دي، من احسن 2 لاعبات عنده سافروا امريكا للدراسه، نظم عوض واختها نور، وحصل ان اللعيبه بتاعت مركز 2 اللي هي اساس في منتخب مصر برضه هي ايه خالد، حصل لها رباط صليبي في بطوله العالم في سلوفينيا، فالثلاثه دول اثروا جامد جدا. واعتزال يسرى عبد الكريم كانت لعبت معاهم، طبعا يسرى عبد الكريم دي يعني مش هنتكلم عليها، نجمه كبيره، كانت في الاهلي او في الشمس، فالاربعه دول اثروا جامد جدا على نادي الشمس. وانا بحيي نادي الشمس ان مع هذا برضه اشترك، ويشترك عشان للمستقبل للي جاي، يعني خلاص من دول مشوا، فنعمل الجيل اللي جاي ياخدوا خبرات، خاصه انها البطوله على ارض مصر، بالظبط. فهو طبعا بنشكره ان اشترك في البطوله دي رغم الظروف الصعبه اللي بيمر بيها، من احسن 4 لاعبات عنده ما بيلعبوش، وكمان تغيير جهاز فني كابتن، يعني جهاز فني اتغير، جهاز فني تماما، كابتن نور سابهم وجيب كابتن هيثم رشاد، فدي برضه كل التغييرات دي، ومع هذا بيشترك وقدم مباراه امبارح كويسه، فيعني ربنا يوفقه النهارده ان شاء الله ويخش عشان يوصل لنا الدور الثمانيه. يمكن هو كابتن كمان اتكلم عن المباراه الاولى اللي هو لعبها، وقال ان خلصت 3-0 وما كنتش يعني ما كانتش تنم ابدا عن المستوى، هو حتى انا كنت بطلع باوقات، هو على طول كان راكب الماتش، كان على طول راكب الشوط يعني الثلاث اشواط، بس الظروف اللي هو ما عندوش لعيبه الخبره اللي يعرف تنهي المباراه، دي مشكله ان اللعيبه تعرف تنهي مباراه، صحيح دي الخبره عندها، ما كانش في عندهم الخبره ان اللعيبه تنهي المباراه بتاعتها، ودي اول مباراه يلعبوها كدوليه مع الجهاز، وكمان فرقه كبيره، لان بيبي الكيني فرقه كبيره، يعني بيبي الكيني فرقه عندهم خبره كبيره جدا. و المباراه كانت في لحظات معينه كان ممكن جدا هي 3-0، بس لمين؟ ما حدش كان عارف، انت عارف يا كابتن. اقول لحضرتك حاجه، يمكن هو مجموعه الشمس اقوى مجموعه، خلينا نتكلم بامانه، يعني فيها الانابيب، فريق فاب الكاميروني، الشمس فيها الحقيقه احنا عندنا النهارده الشمس لو كسب بنسبه كبيره حجز مكانه على الاقل وسيط، وسيط على طول، وهنتظر مباراه الانابيب مع فاب، لان هما لسه ما لعبوش بعض، فالمباراه دي على فكره دي نادي الشمس، ده كان مع الانابيب الكيني، كانت مباراه الحقيقه يعني واضح ان كانت مباراه نديه. لا اصل اقول يا كابتن انه يعني خلينا نقول ان دي مباراه كانت يعني بشكل كبير ريحت الانابيب، بس لسه في مباراه مهمه الانابيب وفاب، بس الشمس ما عندوش حل النهارده، لو عايز يتاهل لازم يكسب ان شاء الله. هو كله يهرب من الاساسيين، كله عايز يطلع اول عشان يهرب من الاهلي او يهرب من القرطاج التونسي، بالزبط. او من السجون الكيني، بالظبط، كل ده بيبقى عايز يطلع من، صحيح، عايز يطلع الاول عشان يهرب يقابل مين فيهم، صحيح، عشان طب كابتن استاذنك ممكن نقول تشكيل نادي الشمس لو مع حضرتك، يعني في رقم 1 برهان الديب، معاك التشكيل انت يا ندى، ممكن تقول ايه التشكيل؟ هو برضو التشكيل مش كل مباراه بيختلف التشكيل عنده، برضو مش عندوش تشكيل ثابت، ثابت عشان ايوه كلهم جداد، الفراغ اللي عنده ده، فما بينزلش تشكيل ثابت لغايه النهارده، يعني يمكن ربنا يوفقه النهارده ويثبت تشكيل عشان صحيح يعني هو عنده 2 ليبرو كويسين، احنا هنقول على الاقل الماتش اللي فات يمكن هو لعب بمين، ونشوف النهارده برضو هو عنده 2 ليبرو كويسين قوي، يعني عنده 2 ليبرو بيلم الملعب كويس، عنده لعيبه تلم الملعب كويس. مين هم يا كابتن؟ اللي هو نهله، نهال جمال، نهال جمال وبيري. هو يعني خلينا نقول التشكيل اللي لعب بيه كابتن هيثم اخر مباراه، برهان الديب، نهال جمال، دعاء الغباشي، هانيا الشربيني، هانيا خالد، منة طلعه عبد الله، مريم ثروت، في فرح رمزي، ساره معوض، ندى عبد الله، نورهان احمد، يمنى عزت، يمنى سبيق، في عندنا علياء هلال، في ساره امين. خلينا نقول ده التشكيل اللي لعب بيه كابتن هيثم اخر مباراه، بس وارد يغير لان هو التشكيل مش دايما ممكن يكون ثابت، ممكن يغير في مكان او اثنين. هو مدرب جديد برضه على الفرقه، كان لسه مسافر، بس هم كانوا بيقولوا كان مساعد كابتن نور، كان مساعد كابتن نور ما كملش كتير مع يعني السنه دي بس يعني
يعني ما لعبش بطوله، كابتن نور ما لعبش معاهم مباريات دوري. فهو جه في وقت يعني لحظه صعب. صعب بس هو ابن النادي، فعشان كده هو عارف اللعيبه. بس برضه لغايه النهارده ما قدرش يثبت على التشكيل يقدر يلعب بالبطوله الجامده دي. وخلي بالك برضو يا كابتن حته الامكانيات برضو يعني يمكن دي مأثره مع نادي الشمس شويه، ما كانش في معسكر خارجي مثلا زي الاهلي، مش قاعدين في معسكر ولا معسكر داخلي ولا معسكر داخلي بالظبط كده ولا داخلي. فهو يعني الولاد او البنات بييجوا من البيت على الملعب، يعني بيتهيألي برضو برغم الظروف دي كلها الحقيقه بنحييهم ان هم اصروا على يعني الشمس. انا برضو دفاعا على قطاع الانسات في مصر، يعني كل انسات مصر فعلا بيلعبوا الرياضه للرياضه. صحيح يعني ولا الشمس والاهلي خلي بالك النهارده اليوم العالمي للمراه، ويعني ما فيش اكبر يعني عندنا يعني المراه في مصر مش يوم واحد بس، عندنا 65 مره. صحيح 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 لان الحقيقه المراه يعني المصريه لعب كبير جدا. فهم فعلا كل الانسات عندنا اذا كان اهلي زمالك اليوبلس كل حاجه فعلا بيضحوا بكل حاجه في سبيل يلعبوا كره طايره. صحيح فعلا يعني الفرقه الوانو. ويمكن الاتحادات الثانيه زي علمان الفرقه الاتحاد الوحيد او اللعبه الوحيده في مصر كره طايره الانسات اللي هي بتحقق نتائج على صحيح. افريقيا وعالميا. صحيح صحيح دي حقيقه. لا الانسات الوحيد في مصر صحيح. طيب اللي بيحققوا بطولات في الالعاب الافريقيه جماعيه اللعبه الجماعيه الوحيده صحيح. في مصر اللي بتحقق في بطولات العالم على مستوى الانديه ومستوى المنتخبات وحتى الافريقيه كمان انديه وافريقيه ومنتخباته كله يعني منتخبات وانديه. فطبعا يعني كل دول علشان هم فعلا الانسات عندنا في مصر عايزين يلعبوا رياضه، ولو ادوا فرصه للسله واليد والحاجات دي كلها ما شاء الله اليد بدا نفس اليد بدا والسله بدات شويه بس ما كملتش. المراه البنت المصريه عندها عزيمه اكثر من الولد صحيح. وعندها اخلاص في التدريب وفي اكثر من الولاد عندنا صحيح فعلا دي صحيح. يعني تجربتي انا مرنت اولاد وبنات فعلا البنت المصريه عندها اخلاص وعزيمه وعايزه تعمل اكثر حاجة. من الولد وعايزه تعمل حاجه وعايزين يثبتوا نفسهم فبيبقى مريحين جدا. كل التحيه للرياضه النسائيه الحقيقه في مصر ونتمنى ان شاء الله التوفيق برضو. يعني اليد عندنا عنده بطوله افريقيا والسله ماشيين كويس محليا وعندهم طموحات افريقيه واكيد ده هينعكس على المنتخب. ندى كلميني اكتر كمان عن يعني مشاركتك السابقه مع الفريق، كلميني عن يعني بالتاريخ، يعني نتكلم عن التاريخ اكتر نشوف كم بطوله شاركت فيها، الثمان بطولات اللي خدهم النادي الاهلي على المدار كان ما بين سنه كام وكام، اكيد انت عندك معلومات كبيره عندها. انا شاركت مع الاهلي 10 سنين درجه اولى، لعبنا فيهم حوالي 6 بطولات افريقيه، خدنا منهم 3 ذهب و واحدة فضة واثنين برونز. ده كان تاريخي أنا بالنسبة لي مع النادي. كل البطولات كان المنافس بتاعنا في الفترة الأولانية تقريبا من 2003 لحد 2007 يمكن فرق كينية بدأوا يظهروا شوية، الفرق الجزائرية تظهر في المشهد. كان مين الفرق الجزائرية اللي كان مولودية تقريبا كان مين؟ كان المولودية وغالية شريف كان كويس برضو اللي بيشارك دلوقتي. كان في عناصر وبجاية الجزائري كانوا هم الثلاث فرق بيشاركوا معانا في البطولات العربية وفي البطولات الأفريقية. يعني قصدك تقولي ان في فترات كان بيطلع الفرق بس النادي الأهلي ثابت في فترات بتاع لو تنزل فرق بالظبط، انما الاهلي ثابت طول الفتره بينافس على البطوله على طول البطوله طول الوقت. احنا ثابتين في المنافسه غالبا بنكون في المربع الذهبي، لو ما لعبناش فاينل بيبقى المركز الثالث بالنسبه لنا. على فترات بيظهر فرق من الجزائر او فرق من تونس او بس الفريق الكيني برضو يعني لحد ما بقاله فترة أكتر من 10 سنين الفرق الكينية متصدرة معنا في المشهد، يعني غالبا بيكون فيهم فرقة في المربع الذهبي أكيد. صحيح. يعني ده طبعا أكيد لأنهم أكتر الفرق حصولا بعد النادي الأهلي على البطولة بالظبط. طب خلينا نرجع لمباراة الشمس، كلميني أنت متوقعة مين في ممكن صغيرة بس اتفضل يا كابتن. كان من قيمة كان زمان في بطولتين أفريقية للسيدات السيدات أبطال دوري الدوري أبطال الكاس والأهلي برضه حاصل على أبطال الكاس دلوقتي أبطال الدوري. طب دي معلومة كويسة، النادي الأهلي كمان ليه بطولات ليه أبطال الكاس كان ليه في أبطال الكاس وهم البطولة دي وقفت تقريبا عشان وقفوها عشان التكاليف التكاليف طبعا الطيران وتذاكر الطيران والإقامة فخلوها بطولة واحدة. فالأهلي كان بيشارك في أبطال الدوري وأبطال الكاس
كل البطولات. انت عارف حضرتك افريقيا اليد كده، اليد عنده ابطال رجال، عنده ابطال كاس وابطال دوري وسوبر كمان. افريقيا الباسكت لا، هي بطوله افريقيه واحده ابطال الدوري. لا احنا كان عندنا اثنين، ابطال دوري وابطال كاس. كان الاهلي بيشترك في الاثنين، عشان كده في الفتره دي الاهلي عمل طفره جامده جدا، وتهاني والاجيال اللي طلعت كلها دي، وهنا حمزه والاجيال دي كلها طلعت في الفتره دي سنتين، واحده في مارس واحده في اكتوبر. فطول السنه كان عنده ماتشات نشاط طول السنه، نشاط طول السنه، وده طبعا عمل طفره الكره الطايره النسائيه في مصر وفي النادي الاهلي. لا ما احنا بالتاريخي بحضرتك جمهورنا كل التاريخ بقى واجيب لنا كل كل المعلومات. ندى نرجع لماتش الشمس. خليني اقول انت طبعا كابتن يعني هشام قال لنا انه طبعا في غيابات كتيره حصلت، في اصابات اي خلينا نتكلم عن النهارده، انت تتوقعي مين اللي شايفاه ممكن من نادي الشمس يبقى ليه دور كبير النهارده لو قدر نادي الشمس يعدي من هذه العقبه فيها بالكاميرون؟ هو اكيد هيبقى طبعا نادي الشمس عنده زي ما كابتن هشام قال اثنين ليبرو هايلين يقدروا يشيلوا فرقه نهال شارت المنتخب سنين طويله كليبرو. عنده ساره امين رقم 20 لعيبه كويسه. كابتن فريق مين؟ فرح رمزي رقم 10 لعيبه مركز 2 لعيبه ليها خبره طويله لعبت سنين كتير في المنتخب ناشئات وشابات ودرجه اولى، فهي اعتقد انه اكيد هيكون ليها دور النهارده. ساره امين لعيبه اصغر شويه في السن لكن بقى ليها خبره كتير، شاركت كذا مره مع المنتخب كلعيبه اساسيه وكلعيبه احتياطيه. فساره اكيد هيكون ليها دور مركز اربعات. صناعه الالعاب اعتقد ان مريم هتبدا، مريم ثروت برضو لعيبه ليها خبره وبتشارك مع المنتخب بصفه مستمره. دعاء الغباشي لعيبه مميزه. بتفتكري مين ممكن يبتدي بيه كابتن هيثم النهارده؟ اعتقد انه هيبدا بمريم وفرح رمزي، باسيره وكروس بتاعتها فرح رمزي. ساره امين في مركز اربعات. الناحيه الثانيه مين؟ الناحيه الثانيه ممكن تبدا يمنى او بقى اي لعيبه من الصغيرين الطلعين. اللي هو بيشارك تمام. بيشارك مركز بيهم. ثلاثه مين يا كابتن؟ مركز ثلاثه ندى عبد الله ممكن لعيبه كويسه، وساره معوض لعيبه خبره في الملعب بالزبط. من ابناء نادي الشمس ولعبت فتره طويله مع النادي. والليبرو اعتقد انه هيتقسم بينهم، ممكن ليبرو تاخد الاستقبال وتاخد ديفنس. هو بيلعب الاثنين، ليبرو كويس بيلعب الاثنين، واحده بتستقبل واحده بتاخد الديفنس. صحيح. طيب شفتي ماتش امبارح؟ يعني تابعتي ماتش الشمس ولا ما تابعتهوش يا ندى؟ تابعتي لقطات كده، ايه رايك فيه؟ والله الفرقة أنا شايفة الفرقة يعني في ظل الظروف اللي هي فيها ما فيش إعداد كويس ليهم، ما عملوش أي معسكرات يحاولوا يأدوا اللي عليهم لأقصى درجة. البنات بتموت نفسها، فرقة ما اتجمعتش مع بعضها، يعني تعتبر دي أول بطولة ليهم أفريقية يتجمعوا فيها كالتشكيل دوت مع بعضه، فهم يعني أبطال بصراحة. ربنا يوفقهم النهاردة عشان نشوفهم في دور الثمانية يظهروا بشكل كويس. طيب يعني قولي لي اخر شوط، كان الشوط الثالث يمكن الشمس خسر 19 نقطه وده ما كانش متوقع، خضنا احنا كلنا. هو طبعا الماتش كان مريح، بس ايه في الشوط الاخراني بترجعيه لايه؟ لعيبه قليل منهم اللي عنده خبره، وممكن في ظروف الضغط ان فرقه ضغط عليهم نفسيا يتهزوا فما يقدروش يكملوا الماتش بنفس الكفاءه اللي بداوا بيها. فده اكيد اثر عليهم، يعني يكون اول ماتش، يعني اول ماتش هو قوي وتخسر 2-0 وتبقى الثقه وبتاع، تبقى مش قادر تطلع اللي عندك كله مضغوط يعني في مصر وعندك جمهور بيتابعك. والشمس ما كانش محظوظ انه لعب الانابيب في الاول، يعني يمكن لو لعب فيجن الاوغندي امبارح اللي هو لعبه امبارح ده فيجن كان اول مباراه كان يمكن ياخد الثقه، كان ينزل يعني يعتبر اعداد كويس. يعني بيفتح السكه قدامك وبيديك ثقه في نفسك ان انت تكمل البطوله بشكل كويس. فطبعا ان انت تتغلب اول ماتش 3-0 وعلى ارضك، يعني بيبقى متفوق. يعني كابتن هشام قال لنا بيبقى راكب الماتش ويخسر، ما هو دي بقى حته الخبره، الشوط بالظبط حته الخبره، حته الخبره ان مفيش لعيبه تقدر تفنش. ولعلمك برضو على فكره الخبره مش بس ان انا افنش، لا الخبره ان انا احافظ على مستوى المباراه او مستواي طول المباراه ثابت بالظبط، واقدر اختم الشوط يعني انا ابقى ليدنج واقدر اخلص الشوط في الاخر ان انا محافظ على الفرق اللي انا بدات بيه، ما يبداوش يعلو عليا وانا ما اعرفش
يعني اجاريهم او امشي وراهم. فهي دي حته الخبره يعني دي اللي بتفرق فرقه عن فرقه، ان يبقى فيها على الاقل لعيب او اتنين في الملعب بقى عندهم الخبره ديت، لعبوا بطولات افريقيه كتير، واجهوا فرق قويه كتير، لعبوا كريتيكال تايم كتير. صح. فهي دي الحاجات اللي بتفرق. فهم طبعا الهزه اللي حصلت لهم في الماتش الاولاني اثرت عليهم، اللي بلعب اول ماتش واتغلبت 2-0، فطبعا الموضوع خلى الشوط الاخراني يعني زي ما حضرتك بتقول محسوم، النتيجه محسومه. ف في تراخي شويه بس خلصوه 3-0 بالظبط. تمام. طب كابتن هشام خلينا نتكلم فنيا اكتر. عندنا الشمس عشان يقدر النهارده يمشي المباراه مظبوط لازم الاستقبال يكون مظبوط، لازم الاستقبال يروح على ايد البصير مظبوط. يعني كلمنا مين اكتر اللاعبات اللي حضرتك يعني تامل ان شاء الله النهارده يكون لهم دور كبير قوي في الاستقبال؟ ما شاء الله هم اثنين، عندهم اثنين لعيبه على مستوى عالي قوي، اللي هي دعاء القبيش وصار امين. هم دول لو قدروا النهارده يثبتوا ويلعبوا هيبقوا النهارده ممكن ان شاء الله ربنا وقت الشمس ويكسب. دعاء الغباشة دي لعيبه بيتش، لعيبه منتخب مصر في الاولمبياد، لعيبه شواطئ بولي بول شواطئ كمان، شواطئ عملت شوف مصر جامد جدا اللي هي دعاء. وساره امين لعيبه اربعات كويسه مستواها عالي جدا، وعندهم المعده تقدر يلعبوا سريع. اما الفرقه النهارده دي لازم يلعب معاها سريع، سريع. لو لعب سريع فلازم يبقى كرة أولية كويسة، المعدة توصل المكان المناسب عشان يقدر تلعب سريع. وحضرتك رأيك يعني سريع هيبقى الاعتماد أكتر على مركز ثلاثة ولا ممكن من الطرفين؟ الأطراف وعندهم لعيبة شولة مركز اثنين بيتهيألي ممكن تكون عندهم لعبة شولة كويسة قوي لو قدروا يستغلوها في السريع. بيتهيألي الأشول بيبقى يعني بيبقى صعب جدا، خاصة يعني بيبقى ضربه قريب من اللاينز، فبتبقى الدنيا يعني بيفرق، بيعمل فرق كويسة برضه، بنشئة كويسة عندهم. فهي دي ممكن مفاتيح اللعبة النهاردة، دعاء الغباش وسارة وعندهم زي ما قلت السادك الليبرو عندهم. طب الارسال بقى كابتن، هل محتاجين يكون ارسال موجه؟ عامة ارسال افريقيا كله مش جامد كلها، يعني يمكن افريقيا افريقيا السمراء السمراء اما البيضاء الجزائر وتونس ارسالهم غلسه جدا يعني. فاحنا بالاستقبال هيبقى سهل بالنسبه لنا فرق رواندا او كينيا او حاجه، يعني الاستقبال النهارده ان شاء الله مفترض الاستقبال كويس، وعندهم استقبال كويس، الاستقبال هيبقى كويس. فالنهارده ممكن يلعبوا سريع على الفرق الثانيه، طالما الاستقبال الظبط ما عندناش مشكله على السريع. طب احنا ارسلنا بقى يا كابتن، يعني ارسلنا محتاجين نوجهه، ارسلنا مؤسس دعاء الغباشي وفرح رمزي ارسالها كويس، في اثنين ثلاثه ارسالاتهم كويسه قوي. فهم دول مفاتيحنا ان شاء الله النهارده. صحيح. واستقبال هناك مش كويس، فانت استقبالهم مش كويس فدي بالتالي ما تخليش عندهم ضرب عادي النورمال، الكره العاليه العادي جدا، ودي سهلة جدا عندنا. يعني افهم من كلام حضرتك دلوقتي يا كابتن ان احنا استقبالنا عليه دور كبير، انت بتتوقع الاستقبال يكون كويس النهارده ان شاء الله؟ وعايز ارسالات مؤثرة. ليه؟ هما لما يكون استقبالنا كويس فممكن نلعب سريع. تمام. هما طوال قامة بس وسرعة الحركة على الشبكة. فلازم المعدة تهرب الضريبة عندنا من الطوال القامه دول، فلازم تبقى لعب سريع على اساس ما يبقاش دبل بلوك، بلوك يطلع ما يبقاش دبل بلوك، يبقى بلوك واحد يطلع. سنجل فممكن الضريبه عندنا صح. بس لو لعب نورمال العادي جدا بيضم على الشبكه بيبقى فيه اثنين ثلاثه ليبرو طالعين، يعني سنجل بلوك افضل كتير من دبل بلوك طبعا مشكلة. بالنسبه للضريب سنجل بلوك احسن بكتير، او بيقدر يعدي الكوره. اما بالنسبه لدبل بلوك او تريبل بلوك مع الطوال القامه دول صعب جدا، بتبتلي الدنيا ضلمه فوق هم كمان اصلا يعني ما شاء الله بينطوا عالي، وهتلاقيهم كمان يعني بتلاقيها ضلمه يعني ايديهم يعني هتلاقي الموضوع صعب يا عيني ضلمه قدام فتحطها في ايد البلوك. بس بيبقى الضريب عنده حلول يا كابتن، يعني لو لقى الدنيا ضلمه ممكن يعمل تاتش بلوك، يعني مش لازم يخبطها في البلوك على طول. دي برضو عامل الخبره بيفرق، الخبره دي الخبره يعني الخبره العالي قوي هنا. عشان كده بقول لسيادتك اللي عندهم خبره عاليه عندهم دعاء غباشي وساره امين خبرتهم عالية جدا، فهم دول مفاتيح اللعب النهارده. عندنا احمد صلاح نجم النادي الاهلي السابق واللي بيلعب في نادي الجيش، الحقيقة عنده خبرة كبيرة جدا، لما بيلاقي الدنيا ضلمة كده بياخد الكورة تاتش بلوك، تلاقي بلوك طالع سدد الدنيا وهو حاططها بالخرم إبرة، تاخد تلمس البلوك وتطلع أوي. يعني دي ما دي الخبرة، دي الخبرة يا كابتن صح، وتوجيه وسط إيدك وكتفك. دي الخبرة بتاعت اللعيبة. صحيح. خبرة بتاعت اللعيبة إن إزاي أقدر أهرب البلوك، وخبرة المعد ازاي المعد عندنا يقدر يهرب يهرب الضرب. صح صح.
وفي نفس الوقت في يعني بساعات بيبقى صلاح برضو او حاجه ممكن يضرب الكوره في ايد بلوك وينزل يستقبلوها تاني لما بيبقوا جاهزين. برافو صح، يعني هو عارف بس يعني عارف ان الكوره رايحه او ده هتخبط في البلوك بيبقى الاستقبال وراه مستنيها مستنيها. فاحنا النهارده الخطط الهجوميه والدفاعيه مهمه جدا النهارده، ويمكن في الاهلي هنرجع تاني الكلام على الاهلي يعني عنده التوازن في الاثنين الخطط الهجوميه والخطط الدفاعيه. في الهجوم مين بيغطي على المهاجم صحيح، وفي الدفاع مين بيغطي على حائط الصد، فهنا بيبقى في التوازن فبتبقى هي وده اللي بيعمل الفرق يا كابتن. دي الكره الطايره عامه، صعوبه الكره الطايره صحيح صحيح. طب نادي خليني نقول برضو بتتفق مع كابتن هشام في حته انه الاستقبال طبعا مهم، مش هيبقى عندنا مشكله كبيره في الاستقبال لان سيرفات فاب هتبقى مش بالقوه الرهيبه. كابتن هشام قال افريقيا السمراء اغلبهم ارسالاتهم ما بتكونش قويه قوي، وده بينعكس الفرقه اللي بيبقى فيها ارسال قوي بيبقى استقبالها قوي. فهم عندهم لان هم بيتمرنوا على ارسال قوي بالزبط. فبتلاقي استقبالها قوي، انت بتقف تستقبل في التمرين حد بيلعب عليك ارسال قوي فده بيأثر في استقبالك بشكل كبير، فهم ارسالاتهم ارسالاتها تكون عاديه. الشمس طول عمره بيميزوا موضوع ان ارساله بيبقى قوي واستقبالهم بيكون عالي ودفنسهم كويس، فاعتقد ان ده هيفيدهم كتير النهارده. لازم يلعبوا ارسال مؤثر، لان الهجوم مؤخرا في الكره الطايره بقى بيبدا من الارسال. يعني كمهاره الارسال دلوقتي لازم تبقى مهاره هجوميه، انا مش بلعب الارسال عشان اعدي الكره بس انا بلعب عشان اجيب نقطه صحيح. نقطه مباشره بيه، ولو ما جبتش نقطه مباشره يبقى مؤثر بالظبط، يبقى مؤثر ان انا الاستقبال ما يطلعش مظبوط، ما يتلعبش عليا سريع كتير، اقدر بلوكاتي توصل للكور العاليه بسهوله. فالارسال مهم جدا بالنسبه لهم النهارده ان هو يكون ارسال مؤثر، وده هيساعدهم في الفريق الكاميروني لان هم ارسالاتهم ضعيفه واستقبالهم مش هيكون قوي قوي. بس انا افهم من كلامك كده وكلام كابتن هشام طبعا ان الارسال بتاع نادي الشمس النهارده يمكن هو بنسبه كبيره جدا هو الجيم بالزبط. لان انت يعني ارسالاتهم ما عندناش مشكله فهنقدر، لو ارسالاتنا احنا اتظبطت في نادي الشمس كويس جدا لو لعبنا ارسالات مؤثره ومميزه هتفرق معانا الجيم وهتريحنا من اول الجيم بشكل كبير جدا. بالاضافه طبعا للهجوم عندنا مهاجمات رائعات يعني دعاء زي ما قال كابتن هشام او ساره او فرح او عالية بنت شولة صغيرة في السن هتقدر تعمل كتير في الهجوم، الهجوم السريع لو اشتغل هيوقف البلوك شوية في السنتر في فرقة الكاميرون فالأطراف هتضرب مستريح. دي كلها حاجات مهمة جدا لو ركزنا يعني عليها. الشمس عنده ميزة كمان بأمانة زي ما قال كابتن هشام انه بيعمل للمستقبل انه ما عندوش محترف بالظبط، فالمحترف بيجي ياخد مكان لاعب أو حاجة، بس هو دلوقتي بيلعب بالملعب كله بنات نادي الشمس، فأكيد ده خبرة كبيرة جدا يعني ايفن حتى يعني وات ايفر النتيجه هت ايه بس نادي الشمس كسبان كسبان. طبعا المشاركه في حد ذاتها بتكسب بيها خبره كبيره جدا، غير مهما لعبت بطولات محليه ومهما كنت بتحقق في الدوري او في الكاس، البطوله الافريقيه والبطوله العربيه يعني كاتيجوري تاني خالص من البطولات صحيح. ومن المنافسه ومن الاكسبيرينس وكل حاجه صحيح. فطبعا هو كفايه ان هو يشارك ويعمل تاريخ للعيبه ديت، تبقى انا شاركت في كذا بطوله ولعبت كذا فريق قوي صحيح. وحققت كذا وحققت كذا، فده طبعا بيبقى تاريخ للفرقه نفسها صحيح. طب حتى لو مش بيحقق حتى مش حق. طب قولي لي في نادي الشمس هل في اكتر من لعيبه ممكن تلعب في مركز واثنين؟ يعني احنا بنشوف لعيبات ممكن تلعب في اكتر من مركز، الموضوع ده متوفر عند كابتن هيثم ولا للاسف هو عنده؟ اعتقد لان اللعيبه كلها صغيره في السن فلسه ما حدش فيهم حقق الخبره ديت ان هو يقدر يعني يتنقل بين مركزين بيتهيألي على ما اظن يعني كل لعيبه هتبقى مميزه في مركزها الى حد كبير، واللعيبه اللي منهم بيلعبوا منتخبات ما بيبقاش فيه قوي حته ان انا اغير مركزي او كده، لان بيبقى عندك في كل مركز كذا عنصر وكلهم صحيح. مميزين فبيفضل يعني ان هي تبقى مركزه في مركز واحد صحيح. فاعتقد انه مش هيبقى مش في تغيير كتير قوي في المانوفر ده انه يقدر يشارك حد بالزبط. في مركز او اثنين على فكره دي لقطات على فكره يا كابتن ندى من ماتش امبارح طبعا نادي الشمس وفيجن الاوغندي واللي انتهى لنادي الشمس 3-0 وشفنا شويه مقاومه بس في الشوط الثالث. ان شاء الله نتمنى نادي الشمس يفوز النهارده في فاب الكاميروني ويحجز مقعده كوصيف للمجموعه. بس خلينا اقول ان يعني الشمس اكيد مباراه النهارده افضل، يعني هو لعب ثلاث مباريات ورا بعض، يمكن برضه حته انه بيلعب كل يوم مباراه دي صعب شويه، بس اكيد هو النهارده افضل من مكان قبل البطوله، لعب ماتشين كسب واحد وخسر واحد، فاللاعبات بدات تخش في مود البطوله، بالتالي النهارده فنيا نادي الشمس يعني انا توقعي كده ما اعرفش
انتوا يعني توقعكم طبعا محللين طايره، هل نادي الشمس ممكن يكون احسن النهارده بعد مباراتين؟ اعتقد ان هو اكيد هيكون احسن النهارده، لان الرهبه راحت والشده بتاعت اول البطوله والجمهور والكلام دوت خلاص راحت مع اول ماتش، وهما لعبوا وكسبوا الماتش الثاني وكسبوا بسكور كويس، فاعتقد ان النهارده شكلهم هيبقى واضح أحسن. اكتر وباين فرقه كل واحده هتطلع اللي عندها بدون اي خوف. صحيح. بدون اي ضغوط عليها. ماتش مهم جدا بالنسبه لهم، هو ده الضغط الوحيد اللي موجود عليهم الماتش ده، عايزين يكسبوا بالظبط، لازم يعني يكسب، لازم مفيش يعني هو لازم يكسب، هو ده فرصتهم الوحيده لدخول الدور الجاي. صحيح صحيح، فهم هيلعبوا بكل قوتهم. صحيح. طب كابتن هشام، حضرتك هتتفق معانا في الراي حته ان طبعا بعد مباراتين اتلعبوا لنادي الشمس، تفتكر المباراه الثالثه هيكون افضل فنيا؟ ان شاء الله هيكون افضل النهارده باذن الله، وهم عامه يمكن عارفين الفرقه الثانيه زي ساره او دعاء والناس اللي لعبوا منتخب نهل او عارفين الفرقه الثانيه كويس، حافظين منهم كام واحده، هم لعبوا قبل كده بطولات انديه وبطولات منتخبات، فحافظين اللعيبه. بس هرجع لحته الارسالات ثاني، النهارده الارسال بقى ناحيه خططيه، يعني انا بحط ناحيه خططيه كالمدربين النهارده على الارسال، بقت ناحيه خططيه، ارسال موجه، ارسال موجه، بوجهه على مركز معين، على مركز معين، او ببطل يعني حتى لو استقبل الارسال ما يستقبلوش الكره، ما توصلش لخط التلت او منطقه التلت علشان ما يقدرش يعمل تشكيلات هجوميه علينا، اوقف لعيب معين ما يبقاش هو اللي يضرب خاصه بتاع اربعه المستقبل، بدي له ارسال ورا قوي على اساس ان المستقبل من ورا قوي فما يلحقش يضرب من اربعه. بالظبط. النهارده الارسال بقى خططي، ما بقاش تعديل كوره وخلاص. صحيح. بس هنرجع تاني بقى للماتش النهارده ان شاء الله، انا واثق النهارده هيبقى نجوم مباراه بالنسبه للشمس، دعاء الغباشي وساره امين والمعده هيبقوا ليهم طبعا، الاثنين الليبرو هيبقوا لهم دور النهارده وهيظهروا ان شاء الله النهارده مصر كويس. يمكن يا كابتن برضو حته المشاركه الافريقيه هتفيد حضرتك في المنتخب، يعني اللاعبات دي لما تلعب في افريقيا وتاخد خبره افريقيه مع النادي وضع طبيعي هتستفاد بيهم في المنتخب عند حضرتك. اي اشتراك بنستفاد بيه كمنتخبات او اي او النادي. يعني اي اشتراكات، احنا النهارده لعيبتنا حافظوا بعض كداخلي، حافظين بعض كلهم، فلان هم ناديين ثلاثه اللي بينافسوا، فالموضوع معروف خلاص. يعني اما اي اشتراك خارجي ده بيفيد النادي وبيفيد المنتخب طبعا، عادي كل ده بيتعدى على المنتخب في الاخر، بنستفاد منهم. صحيح. من الانديه اللي هي بتشترك. طب يا كابتن ممكن نيجي في يوم نشوف النادي الاهلي في بطوله العالم للانديه لكره الطائره، يعني ليه مش حاطين مقعد لسيدات افريقيا في بطوله العالم للفولي بول؟ ان شاء الله هيبقى في محاوله من الدكتور عمرو علواني مع الاتحاد الدولي، خاصه ان هو طبعا رئيس الاتحاد الافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الافريقي ونائب، ان يحط كرسي للبطوله العالم. خلينا نتكلم بصراحه، فرق المستوى هيبقى كبير ما ننكرش، بس لازم في الاول، في الاول. برافو على حضرتك، انا قصدي اقول كده في الاول، ان احنا ممكن نشارك مره، هيبقى نشوف الدنيا عامله ايه، ولكن ممكن مع تدعيم لعيبه، مع تدعيم، مع معسكرات، نقرب الدنيا شويه. شوف سيادتك، احنا الرياضه عامه، انا بتكلم على الكره الطايره، احنا في مستويات، في مستوى الثالث والثاني، والاتحاد الدولي بيقسمها مستويات، مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى ثالث. احنا ممكن نتكلم على مستوى ثالث، تمام، بنشتغل على اساس نطلع مستوى ثاني، تمام. ما تقوليش انا اشتغل السنه دي بطوله عالم، هي دي مشكلتنا احنا في مصر هنا، ان اي فرقه عايزه تشترك في اي بطوله ناخدها، نقول لك ناخدها، لا، احنا نطلع درجه. انا دلوقتي مستوى ثالث، شغلنا كله هيبقى نطلع مستوى ثاني، نطلع مستوى ثاني بمجهود وشغل ثاني ممكن نطلع مستوى اول. اما ما تقوليش النهارده انا لسه مستوى اول مشاركه ليا او رايح عايز ناخد مركز او اخد بطوله، لا، صح. انا بنافس، هقعد سنه واثنين وثلاث في مركز ثالث بنافس عشان اطلع مستوى ثاني، اشتغل كويس على مستوى ثاني اطلع مركز مستوى اول. لو اشتغلنا كده على الرياضه المصريه هنوصل لكل حاجه. صحيح. كل البطولات اللي بناخدها في الالعاب حتى الفرديه او الجماعيه سيادتك تلاقيها برضه فرد، لعيب فردي، كرم جابر مع عسقال حسن اسمه، كل دي فرديه مع القاعده، لا، لازم من اول دلوقتي نبدا نقول احنا في الالعاب دي مستوانا كذا، بنشتغل على اساس نطلع المرحله اللي بعديها وبعدين ننافس المرحله الاولى. صحيح. لو اشتغلنا كده يبقى عندنا قاعده كويسه قوي، هو بس يدونا المقعد الاول، يعني يدونا المقعد بتاعنا
الدكتور ان شاء الله محاوله مع الدكتور عامل عروان ان شاء الله هيجيب لنا مقعد للانديه. ده حلم كل البنات الحقيقه ان شاء الله، حلم كل البنات المشاركه في بطوله العالم، لان الحقيقه انديه انديه طبعا ما بتقولش انديه لا 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 ما احنا قصدي اقول ان احنا سيدات، يعني قصدي اقول ان حرام يعني عدد البطولات الافريقيه والمشاركات الافريقيه وتسيدنا الافريقي بدون المشاركه في بطوله العالم. يعني اسم النادي الاهلي ممكن فيها نتيجه كويسه على فكره، يعني برضه حته الاثنين او اللعيبه محترفين ده ممكن تديك دفعة كويسة. صحيح لو معاك اثنين اجانب صحيح كويسة. صحيح وعندك في افريقيا كمان ممكن تجيب من افريقيا ممكن تجيب من اوروبا هتفيدك جدا، يعني بطولة زي دي تهيألي ممكن نقدر نجيبها. في محاولة من شكرا معلقنا أسامة أبو زينة. إذا انتهى اللقاء بفوز نادي الشمس 3-0 على فاب الكاميروني وبشكل كبير. نادي الشمس حجز مقعده كوصيف المجموعة الثالثة وللتأهل بإذن الله لدور الثمانية. هننتقل طبعا لمباراتنا النهاردة، المباراة الأهم مباراة النادي الأهلي مع ريفينيو بطل رواندا. الحقيقة المباراة ستكون الساعة 8 مساء يعني بعد حوالي 45 دقيقة من الآن. وطبعا زميلنا كريم أحمد في أرض الملعب بدأ يبلغنا أن الجماهير بدأت تتوافد على أرض الملعب بشكل كبير لمؤازرة الفريق. جماهير النادي الأهلي اللي عودتنا دايما بالتشجيع المثالي وعودتنا كالعادة أن هي جماهير قائدة وجماهير دي صور طبعا من أرض الملعب لتسخين فريق النادي الأهلي والاستعداد للمباراة المهمة. الحقيقة جمهور النادي الأهلي اللي بدأ يتوافد بشكل كبير واللي التذاكر انتهت يعني فور طرحها في الأسواق يمكن بعد ربع ساعة. وطبعا ده اكيد هيكون تاكيد ان اللي حصل اول امبارح ما حصلش الا من قله لا تمثل ابدا جماهير النادي الاهلي. ومن هنا الحقيقه يعني وصل لنا خبر طبعا ولازم نبلغه لحضراتكم ان حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي على الحضور للمقر الرئيسي صباح اليوم ومراجعه كافه الاجراءات الاداريه التي قامت بها الاداره التنفيذيه فيما يخص تذاكر مباراه الاهلي ومونانا بطل الجابون الأخيرة والتي شهدت أحداثا مؤسفة وخروج مجموعة عن القيم والمبادئ الرياضية وغير الرياضية وهو السلوك المرفوض من مجلس إدارة الأهلي وأعضائه وجماهيره الغفيرة. والاجتماع راجع كل التفاصيل الخاصة بتذاكر المباراة حيث تم بيعها وفقا للمتبع في النادي منذ أكثر من عام وتأكد أن عملية الطرح تمت عن طريق الأونلاين وهناك قاعدة بيانات كاملة لجميع الأفراد الذين حصلوا على تذاكر المباراة بالإضافة إلى رعاة النادي ونجوم قدامى وبعض الأعضاء في فروع النادي الثلاثة حصلوا على تذاكر وتم رصد بياناتهم وقامت إدارة النادي بتقديم هذه البيانات للجهات المعنية لمعرفة عناصر الشغب التي لا تمثل جماهير الأهلي الحريصة على مصلحة ناديها وبلدها. وجاء في الاجتماع أيضا والذي استمر عدة ساعات الاتفاق على ضرورة التعاون الكامل مع جهات التحقيق لتقوم بدورها على الوجه الأكمل للكشف عن المجموعة التي تجاوزت حتى يتم تطبيق القانون خاصة وأن مجلس إدارة الأهلي يثمن دائما الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في تأمين الفرق المتنافسة وسلامة الجماهير وأيضا التأكيد القاطع على قيام النادي بدوره الوطني كعادته والداعم لمؤسسات بلده حتى لا تتكرر هذه المشاهد الخارجة مرة ثانية. وأكيد بننتظر من جمهور النادي الأهلي يفكرونا ببطولة أفريقيا لكرة السلة التي أقيمت ديسمبر 2016 وقد إيه كان جماهير النادي الأهلي ليها دور كبير في حسم اللقاء، مش بس حسم اللقاء ولكن تصدير صورة كبيرة وجميلة عن مصر خارج والداخل كمان. خلينا ننتقل لمباراتنا الأهم النهاردة مباراة ريفينيو بطل رواندا. الحقيقة النهاردة هيكون معانا أو هستعرض مع حضراتكم بعض الامور المهمه عن الفريق قبل الانطلاق للاستوديو التحليلي مع طبعا ضيوف اللي هيكونوا مشرفينا في الاستوديو. الحقيقه البطوله تمت باربع مجاميع، 19 فريق شارك، اربع مجاميع، مجموعه النادي الاهلي كانت اربع فرق بس. خلينا استعرض مع حضراتكم المجاميع. المجموعه الاولى واللي طبعا كان على راسها النادي الاهلي، الاهلي من مصر، نوكومبا اوغندا، نيونج الكاميروني، ريفينيو رواندا اللي هنلعبه النهارده الساعه 8. هستعرض مع حضراتكم ايضا المجموعه الثانيه وكان على راسها قرطاج التونسي وهو حامل اللقب او حامل لقب النسخه 28 في السنه اللي فاتت والتي اجريت في تونس. هيراري سيتي زيمبابوي، نجمه الشلف الجزائر، بي دي اف 6 بتسوانا، بافيا الكاميرون. هستعرض مع حضراتكم الان المجموعه الثالثه. كان على راسها نادي الشمس المصري واللي فاز النهارده على فاب الكاميروني وفاب الكاميروني والانابيب كينيا ودي جي اس بي الكونغولي وفيجن الاوغندي. استعد مع حضراتكم المجموعه الرابعه.
مجموعة رابعة وكان على رأسها السجون كينيا وآي إن جي إس الكاميروني والجمارك نيجيريا ودوانس بوركينا فاسو وأسك ميموزا كوت ديفوار. خليني أستعرض مع حضراتكم نتائج المباريات. يمكن النهاردة كان ثالث يوم، احنا بدأنا الثلاث والأربع والخميس، هستعرض مع حضراتكم نتائج أول يوم اللي هو يوم الثلاثاء 6 مارس. الأهلي المصري لاعب نكومبا الأوغندي وفاز 3-0. أسك الأفواري لاعب دوانز البوركيني وفاز أسك 3-1. الأنابيب الكيني لاعب الشمس وفاز الأنابيب 3-0. هراري الزيمبابوي لاعب بي دي اف 6 البوتسواني وفاز هراري 3-1. فيجن الأوغندي لاعب بي جي اس بي الكونغولي وفاز فيجن الأوغندي 3-0. كورتاج التونسي لاعب نجمة الشلف الجزائري وفاز أيضا 3-0. الجمارك النيجيري لاعب اي ان جي اس الكاميروني وفاز ايضا 3-1. خلينا استعرض مع حضراتكم ايضا النتائج او نتائج المباريات في اليوم الثاني اللي هو يوم الاربعاء 7 مارس. كورتاج التونسي حامل اللقب لاعب هراري الزيمبابوي وفاز 3-0. فاب الكاميروني لاعب دي جي اس بي الكونغولي وفاز 3-0. الشمس المصري لاعب فيجن الاوغندي فاز 3-0. بافيا الكاميروني لاعب نجمة الشلف الجزائري وفاز أيضا 3-0. السجون الكيني لاعب الجمارك النيجيري وفاز السجون 3-0. ريفينيو الرواندي لاعب نيونج الكاميروني وفاز 3-1. خليني أستعرض مع حضراتكم، لازم أستعرض النهاردة نتائج النهاردة قبل ما نستعرض طبعا نتائج أو سنين حصول النادي الأهلي على اللقب. النهاردة أسك الإيفواري لاعب السجون الكيني وفاز أسك لا فاز الكيو السجون الكيني 3-0. فيجن الاوغندي لاعب الانابيب الكيني والانابيب فاز 3-1. والنهارده لاعب طبعا الشمس لاعب فاب الكاميروني وفاز 3-0. وهنتابع حضراتكم بالنتائج الاخرى لما تنتهي ان شاء الله. خلينا استعرض مع حضراتكم النادي الاهلي فاز 8 مرات بهذه البطوله، والبطوله رقم 29 التي تقام الان في صاله عبد الله الفيصل في الجزيره هي البطوله 29، والنادي الاهلي بيحارب وبيقاتل للقبه التاسع. سنين الفوز كانت سنة 1996، 1999، سنة 2000، 2003، 2007، 2009 و2015 و2016، وبإذن الله 2018 سيكون اللقب التاسع للنادي الأهلي. خلينا أستعرض مع حضراتكم تشكيل اللاعبات اللي بيمثلنا النادي الأهلي في هذه البطولة. رقم 8 كابتن الفريق ودينامو الفريق كابتن نهلة سامح، 9 شروق فؤاد صانعة الألعاب، 7 مريم مصطفى، 20 مريم متولي، رقم 1 آية الشامي أفضل لاعبة عربية في البطولة العربية السابقة في شهر ديسمبر الماضي، 6 دانا شوقي، 18 رنا الجوهري. خلينا استعرض مع حضراتكم باقي اللاعبات. رقم 12 فريدة العسقلاني، رقم 3 نور الله ياسين، 13 نرمين المنشاوي، 14 رحمة المهندس، 5 كاترين شيلينكوفا اللاعبة المحترفة الأوكرانية بصفوف النادي الأهلي، 10 مايا ممدوح، 2 ندى وليد. خلينا استعرض مع حضراتكم تشكيل الجهاز الفني الذي يقود كتيبة النادي الأهلي في بطولة أفريقيا في نسختها 29. المدير الفني الكابتن حمدي الصافي، الحقيقة لاعب كبير دولي وأيضا مدرب على قدر كبير من المهنية والحرفية. المدرب العام الكابتن ياسر صلاح، المدير الإداري كابتن مجدي بيبو، إداري إيهاب عبد المنعم، مخطط أحمال رانيا عبد العزيز، محلل تقني أيمن فؤاد عبد السلام، أخصائي علاج طبيعي منة الله عادل، مشرف عام كابتن ممدوح نور. كل التوفيق أكيد طبعا لنجمتنا النهاردة نجمات النادي الأهلي. وهنروح للزميل كريم أحمد الحقيقة عشان يدينا أو يوصف لنا أجواء ما قبل اللقاء وكمان لقاءات مع فريق الشمس ولاعبات والجهاز الفني. فإلى كريم أحمد وبعد ذلك فاصل أكيد هنروحه واستقبل ضيوفي في الاستوديو التحليلي عشان نستكمل تحليلنا الفني لمباراة النادي الأهلي وفريق ريفينيو بطل رواندا. شكرا ليك يا كابتن هيثم، تحياتي ليك من جديد وتحياتي لكل مشاهدينا طبيعه قناه الاهلي في كل مكان. بنبارك لنادي الشمس طبعا على هذه المباراه، فوز مميز زي ما قلنا طبعا. يمكن فريق الكاميروني او فاب الكاميروني من الفرق المميزه وفرق الكاميرون من الحصان الاسود في البطولات الافريقيه. بنبارك من جديد وبينضم لنا كمان الكابتن فرح رمزي احد نجمات الفريق. ببارك لك النهارده على الفوز. مباراه النهارده استعديتوا ليها ازاي وشفت المباراه النهارده ازاي؟ احنا استعدنا لها من الماتشين اللي فاتوا الحمد لله، والحمد لله النهارده كنا موفقين
ومستعدين ان شاء الله ان احنا نلعب ماتش يوم السبت. احنا عندنا بكره راحه وان شاء الله نكسب كده. احنا لحد دلوقتي احنا كده تاني المجموعه وكده ان شاء الله خير، ويا رب بس يحصل اي حاجه، مثلا كاميرون فابر كاميروني يكسب مثلا بايبلاينز الكيني، وان شاء الله هنشوف بقى في الكلام. شوف الفرق الكاميرونية ازاي، وخاصة فيها بنقدر نقول مستواها عالي مقارنة بالانابيب، ولا نقدر نقول الانابيب الكيني هو من اقوى الفرق المشاركة في البطولة؟ لا، هو فرقة قوية جدا الحمد لله، يعني كاميرون يعني احنا استعدنا لهم كويس جدا، فبس الحمد لله احنا كنا موفقين فعشان كده ربنا كرمنا. قولي لي، هل في اصابات عندكم، اجهادات، انتوا داخلين البطولة بشكل سليم، كل الفرق سليمة، ولا عندكم بعض الاجهادات الفترة دي؟ لا، احنا ما فيش اجهادات، بس احنا كان عندنا كذا لعيبة مصابة. احنا عندنا 2 صليبي قبل ما نخش البطولة، وعندنا مش موجود، احنا نص الفرقة مش موجوده، فبس احنا الحمد لله مترابطين جدا، وده اللي مخلينا موفقين الحمد لله. لو بتكلم معاك على كابتن هيثم والجهاز الفني، تركيزه معاكم بشكل كبير على ايه قبل المباراه؟ بيتكلم معاكم ازاي؟ ابرز التعليمات من وجهه نظره ايه؟ ابرز التعليمات ان احنا نكون ايد واحده، وان احنا فريق، وان احنا نشجع بعض. اللي خسرت نقطه ما هياش خسرت، ان احنا نشجع بعض، نمسك بعض، نشيل بعض، وهو ده المكسب بتاعنا. يعني ما فيش حد عندنا مميز قوي، كلنا مميزين لان احنا كلنا واحد يعني الحمد لله. ميرسي جدا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم طبعا، وبنبارك من جديد لنادي الشمس على الفوز المميز. زي ما بنقول مباراه مهمه ومباراه قويه، وبرحب بيك في البدايه، ومبروك النهارده الفوز بالنسبه لكم. شايفه المباراه النهارده ازاي؟ استعديتوا للمباراه ازاي؟ والتعليمات الفنيه للكابتن هيثم كانت لكم ايه؟ الله يبارك في حضرتك. احنا استعدينا للبطوله دي، عسكرنا يعني اتمرنا اسبوع بالظبط صبح وبالليل، بنتجهز من زمان للبطوله دي. ركزنا النهارده كويس على الفرقه واستعدينا لها. الكابتن قعد يتكلم معانا قبل الماتش. كل الحمد لله يعني ربنا، النهارده كنا موفقين وكلنا كنا كويسين. الماتش الاول بتاع الانابيب هو ربنا ما وفقناش فيه، ما كناش كلنا يعني موفقين، بس الحمد لله هنخش دور الثمانيه، هنلاعب فرقه المفروض يعني البطل بتاع السنه اللي فاتت كارتاج، بس ان شاء الله ربنا يقدرنا ونكسبه ان شاء الله. قولي لي، مستوى البطوله يوم عن يوم بيتقدم، شايفاه؟ شايف المستوى الفني بالنسبه للفرق المشاركه والعدد الكبير ده، هل ده بيزيدكم خبره وبيزيدكم احتكاك كبير الفتره اللي جايه ولا لا؟ احنا دي اول مره تقريبا يشارك فيها فرق كثيره جدا، 19 فرقه مشاركه. الفرق طبعا افريقيه كلها، المستوى الافريقي جسمانيا وكل حاجه اقوى مننا، بس احنا بخبرتنا في كل حاجه، مهاراتنا وكل حاجه بتساعدنا ان احنا نأدي بشكل كويس. بتشوف ازاي اقامه البطوله هنا في النادي الاهلي، التنظيم، الصاله المغطاه، الحضور الجماهيري، بتشوف ازاي؟ لان اكيد انتوا عارفين بعض كنادي الاهلي ونادي الشمس، وعارفين طبعا النادي الاهلي قدير او قادر ان هو ينظم اكتر من بطوله كمان. النادي الاهلي عامل مجهود عالي جدا بجد، والتنظيم منظم جدا. كلنا فرحانين ان البطوله هنا، والحمد لله يعني حاجه كويسه، حاجه مشرفه لمصر. الله يبارك فيك. صابرين معاك يا كابتن هيثم، ومضمننا كمان الكابتن نهال جمال احد نجمات الفريق. كابتن نهال، مبروك النهارده الفوز، ويمكن مباريات بتتقدم مستوى الفني مباراه عن مباراه. بتشوف النهارده المباراه ازاي واستعديتوا ازاي للمباراه؟ الله يبارك في حضرتك. اولا سعيده جدا بمكسب النهارده وباداء الفرقه اللي هو بيتحسن فعلا من يوم للتاني. ده اللي احنا قلناه قبل كده، ان احنا اول ماتش اتخطفنا، يمكن لو كان ماتش البايب لاين ده جاي متاخر شويه كان يمكن النتيجه اختلفت، بس الحمد لله ان شاء الله انا عندي ثقه في الفرقه وفي نفسي ان احنا نقدر نعوض ده في الماتشات اللي جايه كلها ان شاء الله. طيب الكاميروني زي ما بناكد عليه يمكن الفرقه الكويسه او مستواها المتوسط، كابتن هيثم بيتكلم معاكم ازاي قبل المباراه دي، وازاي اهلكم ان انتوا تكسبوا 3-0 على ما اعتقد البطوله بالنسبه للمباراه بالنسبه لكم؟ هو فاب الكاميروني فريق محترم جدا، من اقوى الفرق الكاميرونيه، يعني الفرق المشاركه الثانيه من الكاميرون مش بنفس المستوى. جهزنا ازاي؟ كابتن طبعا عمل سكاوتنج على الفرقه الثانيه في ماتش امبارح، ودرس الفرقه كويس قوي، وطبعا قعد يتكلم معانا على السكاوتنج اللي حصل امبارح، وذاكرنا كويس قوي قبل ما نخش الماتش الحمد لله. اختلاف في دور الثمانيه من بالنسبه لكم ازاي؟ شايفه الاختلاف؟ يمكن المباراه زي ما بنقول مستواها بيتقدم بعد المباراه، دور الثمانيه ده بيمثل لك ايه؟ ومستعدين ليه ازاي؟ وازاي مركزين والدوافع عندكم عباره عن ايه؟ هو احنا مركزين ماتش بماتش، ومش عايزين لان حصل فينا قبل كده ان احنا استسلمنا ماتش فضاع مننا، فمش عايزين نعمل كده تاني، فماشيين الاول ماتش، اخر ماتش في المجموعه اللي هو جاي، بعد كده هنشوف ازاي كارتاج ان شاء الله ان احنا نعمل عليها سكاوتنج كويس قوي ونذاكر كويس قوي مع مستوى الفرق اللي بيتقدم. اعتقد النتيجه ممكن تكون لصالحنا ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك.
مستمرين معاك يا كابتن هيثم، بيضمنا كمان الكابتن هاني خالد احد النجمات النهارده. مبارك لك على الفوز وعلى المباراه، وقولي لي استعديته ازاي الاول للمباراه، وشايفه فريق فاب الكاميروني مستواه الفني ازاي؟ احنا طبعا كنا كل الاسبوع طول الاسبوع بنتمرن تمرينتين في اليوم صبح وبالليل. احنا في ظروف ان احنا مش معسكرين، بس احنا تخطينا الظروف دي والحمد لله، بنلعب بمستوانا وما فيش اي حاجه مأثره علينا الحمد لله. بتشوفي التنظيم ازاي للنادي الاهلي؟ ده اللي يمكن بنسال عليه على طول. النادي الاهلي بينظم البطوله دي، بتشوفيها ازاي مع العدد الكبير والوفره ال 19 فريق على ما اعتقد مشارك في البطوله دي؟ هو الحمد لله يعني هو منظمه حلوه قوي الحمد لله، والحمد لله يعني كل حاجه. قولي لي يا كابتن هيثم، مركز معاكم ازاي وبتعليماته ليكوا ايه قبل الايفنتات او قبل المباريات؟ ازاي بيقول التعليمات وانتم بتستقبلوا التعليمات ازاي؟ طبعا احنا بنعمل سكاوتنج على الفرقه قبل ما ندخل كل ماتش، وكابتن هيثم وكل المدربين معانا بيقولوا لنا نلعب ازاي، على نقاط ضعف عندهم ازاي، واحنا بنعمل كده فعلا في الملعب وبننفذ كل كلام الكباتن، فالحمد لله وبنكسب الحمد لله. طموحاتكم ايه يا هانيه مع الفريق النادي الشمس؟ وطموحاتكم ايه، عايزين تحققوا ايه في البطوله دي ان شاء الله؟ طبعا احنا عايزين نكسب كل الماتشات اللي جايه ان شاء الله، ونكسب الماتش اللي دخلنا ان شاء الله المربع ده مهم جدا، وان شاء الله نبقى قدها. الله يبارك في حضرتك. اكيد بنبارك من جديد لنادي الشمس، مباراه مميزه وكالعاده طبعا اكيد بينضم لنا الكابتن هيثم رشدي طبعا رصاد المدير الفني لفريق نادي الشمس. ببارك لك يا كابتن هيثم النهارده على الفوز وعلى المباراه. مستوى الفني لفريق فاب الكاميروني ازاي قريته، ازاي عملت سكاوتنج كويس عليه ان انت تنزل تقدر النهارده تحقق 3-0 النادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفرقه دي من الفرق الثقيله على مستوى الافريقي، دايما بتخش دور الثمانيه وبتحقق مركز من 5 ل 8، فكنا عاملين حساب الماتش ده جدا، لان احنا فقدنا الفرصه ان احنا نبقى اول مجموعه بحساباتنا طبعا، فبنحاول على الاقل ما نفقدش تاني مجموعه عشان نوصل لدور الثمانيه. فكان الماتش النهارده حساس جدا وماتش على مستوى كبير من الاثاره، فطبعا شفنا التحليل بتاعهم كانوا عاملين شويه حاجات طبعا مغيرين في الفرقه، بس الحمد لله في وسط الماتش المحلل بتاعنا واحنا كنا شغالين بنشوف نقط الضعف فين، سواء في الارسال او سواء في الضرب، وقدرنا الحمد لله نركب الماتش من اوله. كان اول شوط شويه عصب، هم كان عندهم حماس طبعا لان يهمهم الماتش وعارفين بيلعبوا على الماتش ده مهم على المركز الثاني، لكن الحمد لله ركبناه بدليل في الاخر. اخر شوط كان الشوط الثاني والثالث كان في فرق في النقاط، وده المستوى الحقيقي بتاعنا. 90% حاطين رجلينا كده في دور الثمانيه، ناقص ماتش واحد. مفيش حاجه سهله وصعبه يعني، لازم طبعا نكسب عشان نضمن ان شاء الله. لو باخد رؤيتك الفنيه يا كابتن هيثم، اقوى الفرق المشاركه نقدر نقول قرطاج ولا انابيب الكيني، ولا نقدر نقول في حصان اسود كمان ممكن يطلع في البطوله دي؟ لغايه دلوقتي انا ما تابعتش الفرق كلها، بس هو قرطاج مصنف لان هو اول بطوله، اعداده على مستوى عالي، معاه سبونسرز بيصرفوا عليه، معسكرات في ايطاليا، مدربين على مستوى عالي، محللين، حتى الامكانيات الماديه، حتى لو انت ما عندكش لعيبه تقدر تجيب لك لعيب، فهو والاهلي مرشحين. احنا المشكله طبعا الاساسيه بالنسبه لنا ان احنا ممكن نقابله في دور الثمانيه، طبعا لسه ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل، بس بنسبه 90% نقابله في دور الثمانيه، فهيبقى ماتش صعب جدا 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 يعني. مباراتك القادمه امتى؟ هل بكره؟ انا عارف بكره عندكم راحه، ثم بعد كده المباراه، هتستعد ليها ازاي وازاي تقدر نعمل ريكفري للعيبه تجنبا للاجاده يا كابتن؟ بكره ان شاء الله تمرين على مرحله واحده، وبعد بكره زي ما احنا طبعا تمرين بكره ده هيبقى في استرشات كتيره، لان طبعا مجاهدين تمرين صبح وماتش بالليل، وبقى لهم فتره كانوا معسكرين، نسبه اجهاد ده غير الشد العصبي اللي هم فيه، فلازم بكره يبقى في ريكفري كويس عشان بعد بكره يبقى بيلعبوا وهم مرتاحين، لان خلاص هو بقى يومين وتبدا في الجد، الماتشات كلها هتبقى صعبه، مفيش ماتشات هتبقى سهله. الله يخليك، شكرا شكرا. مبارك من جديد للكابتن هيثم رشاد المدير الفني لفريق نادي الشمس، وكل لعبات نادي الشمس على هذه المباراه المميزه. زي ما بنقول نادي الشمس كان عنده بعض الاصابات وعنده بعض الامور الخاصه خلال الفتره الماضيه، عدم طبعا وجود معسكر ده ليه تاثير شويه، لكن بيادوا اداء رائع الحقيقه، لابد طبعا ان احنا نوجه لهم كل التحيه والتقدير على هذا الاداء. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وتغطيه خاصه للبطوله الافريقيه سيدات رقم 29. تحياتي
تحياتي ليك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، نجوم الاستوديو التحليلي الكابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني لانسات الكره الطايره. ببارك لك يا كابتن حمدي. نقدر نقول واحده واحده المستوى بيتطور بالنسبه للبطوله، بنخش في المباريات القويه. النهارده المباراه بالنسبه لكم استعديتوا ليها ازاي وتقييمك للفريق المنافس بالنسبه لك كان عامل ازاي؟ في الاول طبعا بحيي الكابتن هيثم وضيوفه. الحقيقه المباراه طبعا المستوى تدريجيا بيتقدم في البطوله من مباراه لاخرى. اول مباراه طبعا كان الافتتاح، كان يعني مباراه ضعيفه نسبيا. النهارده المستوى نوعا ما احسن، ان شاء الله الماتشات الجايه هيبقى المستوى يعلى، وده اللي احنا يعني مخططين له، ان احنا نعلى في البطوله تدريجيا بحيث نوصل ان شاء الله على الادوار الحاسمه، يبقى اللعيبه بتاعتنا كلهم في كامل جاهزيتهم ومستعدين للمباراه، وبنستغل المباراه ديت ان احنا نجهز اكبر قدر ممكن من اللعيبه نستفاد منه ان شاء الله في المباراه القادمه. البطوله دي مقارنه بالبطوله الماضيه كابتن حمدي، نقدر نقول المستوى متقدم والبطوله اقوى بعد المشاركه الكبيره بالفرق، ولا تقييمك ايه للبطوله اللي قبل كده على طول؟ لا الحقيقه الفرق بتتطور من بطوله لاخرى، اللي عندنا فرق مستوى زاد جدا، فريق السجون عالي جدا عن البطوله اللي فاتت، فريق الانابيب مستوى كويس، فريق قرطاج عالي كمان عن البطوله اللي فاتت، فكل الفرق شغاله، كل بطوله بتعلى، كل بطوله بتدعم نفسها، بتستعد للبطولات ديت، فطبيعي ان المستوى من بطوله لبطوله بيتقدم يعني. قرطاج السجون الكيني نقدر نقول دول من اقوى الفرق، ولو بنصنف نقول مين اقوى؟ حمدي لان احنا عارفين ان قرطاج هو حامل اللقب. والله بص اللي هيوصل المربع الذهبي الاربع فرق عندهم حظوظ ان هم ينافسوا على البطوله ويحظوها، ولكن كل فرقه من الفرق اللي هتوصل بيبقى ليها مميزات وليها عيوب، احنا بنشتغل على المميزات ديت والعيوب ديت، بيبقى كل فرقه ليها اسلوب لعب مختلف عن الثانيه، فرق كينيا بيبقى ليها اسلوب لعب مختلف عن فرق تونس، فرق تونس بتشبهنا شويه في الاداء والمستوى، فكل فرقه هيبقى ليها تعامل خاص غير الثانيه. البرنامج التدريبي بالنسبه لكم حتى المباراه القادمه، انا عارف ان بكره راحه بالنسبه لكم، هل هنعمل ريكفري هنعمل تدريبه واحده؟ عايزين برضو نشرح للناس هنعمل ايه يا كابتن. احنا هنخلي اللعيبه تريح بكره الصبح، لان من ساعه ما جينا من السفر تقريبا ما خدوش راحه خالص. هنشتغل تمرينه واحده خفيفه بعد الظهر ان شاء الله، ونستعد للمباراه القادمه باذن الله. شكرا شكرا. بنبارك من جديد للكابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي، ومضمننا كمان الكابتن نهله سامح احد نجمات فريق النادي الاهلي. مبروك كابتن نهله النهارده. كان نفس السؤال بساله، نقدر نقول المباريات المتتاليه بنقدر نقول بنقيم الفرق المستوى بيتطور مباراه عن مباراه بالنسبه للفرق المنافسه ولا لا؟ طبعا يعني الحمد لله طبعا في الاول على الفوز. طبعا الماتش ده يعتبر اقوى من ماتش اوغندا، حتى احنا ابتدينا نتحسن شويه عن الاول. بدايه البطوله دايما بتبقى صعبه لكل الفرق. الفريق الاوغندي دايما الفرق القويه، بس احنا الحمد لله قدرنا نتحكم في يعني في الماتش من الاول. يعني الفرقه دي قابلناها مره في السيمي فاينل 2016، كانت فرقه قويه وهي ما زالت قويه، بس احنا الحمد لله قدرنا النهارده التركيز كان اعلى من الماتش اللي فات والاداء كان احسن الحمد لله. شاركت في اكتر من بطوله افريقيه، لو بنتكلم على البطوله دي ومستوى الفني للفرق مقارنه بالبطوله الماضيه، نقدر نقول البطوله دي اقوى من البطوله اللي شاركت فيها المواسم الماضيه؟ انا الحمد لله حققت اربع بطولات افريقيه مع النادي الاهلي. كل سنه عن اللي قبلها المنافسه بتقوى عن الاول بكتير جدا. زمان كان ممكن بنبقى مجموعتين والوصول للنهائي سهل، دلوقتي لا بالعكس، دلوقتي في المجاميع في فرق قويه، بنوصل سيمي فاينل بيبقى في اكتر من فرقه بتنافس على البطوله. الاول كان ممكن يكون فرقتين او ثلاثه اللي بينافسوا، دلوقتي في اكتر من اربع فرق بتنافس على البطوله، فطبعا البطوله دي اقوى من السنه اللي فاتت واللي قبلها بكتير. طبعا المباراه القادمه انا عارف ان انتوا بكره راحه هتعملوا اكيد ريكفري بالنسبه لكم، المباراه القادمه هتستعدوا ليها ازاي؟ والكابتن حمدي قال لكم ايه بعد المباراه على طول او لسه ما اتكلمش معاكم كابتن حمدي؟ احنا طبعا المباراه مهمه ان احنا نطلع من الدور الاول بدون هزيمه ان شاء الله. وطبعا بنحضر لكل ماتش، يعني احنا النهارده كان كل تفكيرنا في مباراه النهارده، لسه ان شاء الله هنبتدي من بكره في التمرين نطبق ونحضر للمباراه الجايه ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يخليك. مبارك من جديد طبعا لكل نجوم فريق النادي الاهلي، وبينضم لنا كمان الكابتن رحمه احد النجمات. باركت لك النهارده طبعا كابتن رحمه على المباراه وعلى الفوز، ماشيين بشكل مميز حتى هذه اللحظه ان شاء الله، بنتمنى تحصدوا البطوله. قولي لي شايفه المباراه النهارده ازاي وازاي قدرتوا تستعدوا للمباراه؟ الحمد لله فريق رواندي النهارده المفروض هو فريق كويس قوي، بس احنا الحمد لله قدرنا من اول الماتش ان احنا نحجمهم شويه، علشان هم لو خدوا فرصه زي اي فرق افريقيه بيلعبوا بعشوائيه شويه احنا مش بنعرف نمسكهم بعد كده. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا ان احنا ننجح النهارده في الخطه اللي كابتن حمدي كان قايل لنا عليها، والحمد لله يعني المباراه مشيت كويس. كان من الاشياء المميزه جدا احنا عندنا عناصر الخبره وعناصر الشباب، ودي حاجه رائعه جدا مع كابتن حمدي الصافي. تعليماته ليكوا ازاي وازاي قادر يعمل التوليفه دي، لان شايفين مستوى متميز جدا للنادي الاهلي؟ اول حاجه كابتن حمدي كان بيقول عليها ان احنا ما نتفهش من اي فرقه مهما كان مستواها، ننزل كله بنلعب بنفس المستوى علشان اللي حصل في افريقيا اللي فاتت ما يتكررش تاني، بالذات اللي احنا على ملعبنا. وقال لنا ان احنا نفس خالص من جمهور، حتى اهالينا احنا يعتبر ما بنشوفهمش وما بنسلمش عليهم، لان لازم نبقى كاننا بره مصر يعني عشان نفضل مركزين وتركيزنا ما يطلعش بره البطوله. اخيرا شايفه المباراه القادمه بالنسبه لكم ازاي وبتتمنوا فيها ايه؟
ان شاء الله المباراه اللي جايه كويسه برضو. الفريق الكاميروني كويس قوي ولازم برضو نبقى في نفس تركيزنا، التركيز ما يقلش وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نكون. الله يبارك فيك. ميرسي. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، بنبارك من جديد لكل نجوم فريق النادي الاهلي على هذه المباراه والاداء المميز، واكيد بينضم لنا طبعا الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا ايضا كمان للبطوله. الاستاذ محمد الجرحي طبعا برحب بيك، موفقين. الاول في البدايه عايز اقول ان كل الناس بتشيد بالتنظيم بالاداء بكل حاجه بصراحه، حابين نسمع منك مدى الاشاده دي عليكم كرئيس اللجنه العليا وكعضو مجلس اداره النادي الاهلي، حابب تقول لكل الناس اللي بتشيد بالبطوله محمد بيك. الحمد لله، يعني احنا الحمد لله ربنا وفقنا في التنظيم وجالنا، يعني انا كنت قاعد مع مسؤوليه الاتحاد الافريقي بتقول لنا يعني كل الفرق مبسوطه جدا، كل الفرق بعتوا لهم جوابات شكر بيقولوا لها احنا مش عايزين نزعل النادي الاهلي عشان حاسين بحفاوه الاستقبال، وطلبت مني السيديهيه بتاعه الافتتاح عشان تبعتها للاتحاد الدولي، بس الحمد لله يعني كانت الدنيا ماشيه كويس. المنافسات شايفها ازاي واداء النادي الاهلي شايفه ازاي؟ يمكن زي ما بنقول واحده واحده البطوله بتسخن بتخش في المباريات القويه، متابع انت النهارده كمان مباراه النادي الاهلي، شايف اداء النادي الاهلي ازاي؟ لان هم بنات صاحبين بطولات او اصحاب بطولات كتير جدا محمد بيه. بص، فرقه الطايره في النادي الاهلي سيدات مميزه جدا، يمكن في طبعا يعني بنعلى تدريجيه، الماتش اللي فات 3-0 والماتش ده 3-0، طبعا في فرق في المجموعات الثانيه زي الانابيب وزي السجون وزي الفريق التونسي طبعا يعني، بس ان شاء الله الفريق بتاعنا قوي باذن الله، يعني قادرين ان احنا نحصد البطوله باذن الله. الناس بتحسدنا لان بتقول بطوله الطايره سيدات ثم الطايره رجال ثم الكره اليد رجال، ويعني الامور صعبه جدا بالنسبه للناس، لكن بالنسبه لنا احنا قادرين ان احنا ننظم البطولات دي وبادئ من اول يوم محمد بيه. احنا الحمد لله يعني انا المجلس كلفني برئاسه اللجنه العليا لست بطولات، اثنين طايره رجال وسيدات واثنين هاندبول رجال وسيدات، والاثنين كاس كوسه هيتلعبوا عندنا طبعا، في منهم واحد اهلي وزمالك، وان شاء الله تخرج بشكل يليق باسم النادي الاهلي ويليق باسم مصر باذن الله. اخيرا رسالتك ايه لكل البنات؟ ان شاء الله احنا بنطالبهم ان يحققوا البطوله باذن الله والتوفيق يبقى معاهم. كرئيس اللجنه العليا للبطوله حابب تقول لكل بناتنا الفتره اللي جايه والمباريات القادمه ان شاء الله. يعني بص، هم مجتهدين جدا، هم مركزين قوي، وان شاء الله يعني البطوله تكون من نصيبهم، يعني ربنا يعني يكافئهم على قد المجهود اللي بذلوه. اشكرك. شكرا. كل الشكر والتقدير من جديد لعضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد الجرحي ورئيس اللجنه العليا للبطوله الافريقيه، تصريحات مهمه زي ما بنقول، والحقيقه طبعا يمكن كل مره بناكد في لقاءاتنا على الاشاده الكبيره اللي بتشيد بيها كل البعثات ورؤساء الانديه وايضا كمان اللاعبين واللاعبات، حاجه رائعه جدا ومميزه جدا، وده الحقيقه اللي احنا بنطالب بيه. وكمان بينضم لنا احد النجمات بقى، يمكن ريم متولي، طبعا برحب بيك في البدايه ومبروك طبعا النهارده الفوز بالمباراه. الاول انت راجع من اصابه، انا عارف كان بقالك فتره طويله، عايزين نطمن عليك، خدت قد ايه وقت الاول في الاصابه دي وانت دلوقتي سليمه؟ 100%. الحمد لله، انا بقالي 7 شهور عامله عمليه، بس بلعب بقالي شهرين بالظبط، والحمد لله انا دلوقتي يعني كويسه، فاضل لي بس شويه حاجات ان شاء الله هكملها بعد البطوله، عشان كنت نزلت بدري شويه عشان الحق البطوله يعني. بس المباراه النهارده بالنسبه لكم استعديتوا ليها ازاي؟ الكابتن حمدي ازاي كان مركز معاكم؟ وزي ما بناكد بنقول ان كل مباراه مباراه المستوى الفني بيعلى ليكم والفرق المنافسه كمان. طبعا فريق رواندا مش وحش، فريق بيلعب، فاتعمل سكاوتنج وقعدنا في ميتنج اتفرجنا على الفيديو وشفنا نقط ضعف والنقط الكويسه في الفرقه، وكنا نازلين مركزين يعني ومش عايزين الماتش يطول معانا خالص، والحمد لله يعني ربنا. شاركت في بطولات كتير، انا عارف مستوى الفرق المنافسه، شايفه مقارنه بالبطوله الماضيه البطوله الافريقيه نقدر نقول في تطور، في منافسه اقوى مع العدد الكبير بالنسبه للفرق المشاركه ولا لا يا كابتن مالك؟ في طبعا تطور، فرق بتزيد كل بطوله مستواهم بيعلى، وان شاء الله يعني البطوله دي تبقى كويسه يعني وكل الفرق فيها تكون بتنافس. اخيرا طموحاتكم ايه وعايزين تحققوا؟ انا عارف ان انتوا طبعا هدفكم البطوله، لكن انتوا كفرقه كبنات دوافعكم ازاي ان انتوا بتجددوها كل مره وعايزين تحققوا ان شاء الله في البطوله دي؟ طبعا ان شاء الله نفسنا نبقى البطل وناخد البطوله على ارضنا وسط جمهورنا بعد ما خسرنا السنه اللي فاتت، وان شاء الله نظهر بمستوى كويس ونلعب كلنا كويس جدا ومن غير اصابات ان شاء الله، ونطلع كلنا راضيين عن نفسنا ان شاء الله. بنبارك من جديد لكل نجوم فريق النادي الاهلي على هذه المباراه الرائعه، وزي ما بنقول مباراه على مباراه المستوى الفني بيزيد، المستوى الفني بيعلى لكل الفرق، وان شاء الله لسه المنافسات قويه، مواجهه الانابيب الكيني، مواجهه قرطاج، مواجهه فريق الجزائري، دي المباريات القويه اللي بينتظرها جمهور النادي الاهلي، وايضا كمان بينتظرها الكابتن حمدي الصافي لتقييم الفريق وايضا الوقوف على الحاله الفنيه لفريق النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين طبعا، او يمكن احنا متواجدين في الصاله المغطاه مقر النادي الاهلي بالجزيره، صاله الامير عبد الله الفيصل اللي استقبلت المباراه اليوم دي،
تعتبر اخر مباراه بالنسبه لي اليوم، بينتهي بفريق النادي الاهلي بفوزه اليوم في هذه المباراه. بنبارك من جديد للنادي الاهلي على هذه المباراه، وبنتمنى كل التوفيق خلال الفتره القادمه. النادي الاهلي غدا راحه، بعد غدا هيكون في مباراه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن بيحاول الكابتن حمدي الصافي ان هو يعمل بعض الريكفري للاعبين، بيحاول ان هم يستشفى، يعمل استشفاء كامل بالنسبه للاعبين تجنبا للاجهاد، وبنحاول بشكل كبير بالنسبه للكابتن حمدي ان هو يحط اللاعبين كلهم في المود السليم. كابتننا طبعا برحب بيكي في البدايه، كابتننا طبعا برحب بيكي، حابه تقولي ايه بعد المباراه وبعد الفوز وبعد الاداء المميز ده بالنسبه لك؟ الحمد لله احنا لعبنا بمستوى كويس قوي وعالي قوي، ولسه قدامنا يعني مستوى اكتر من كده بكتير، والحمد لله على يعني تاني مكسب لنا في البطوله، وده بيشجعنا ان احنا نستمر ونكسب كل الماتشات ان شاء الله. ابرز التعليمات اللي بيقولها كابتن حمدي وكابتن ياسر ليكوا قبل المباريات، بيركز معاكوا على ايه؟ وانتوا كمان كبنات بعيدا عن الجهاز الفني ازاي بتقدروا تتكلموا مع بعض قبل المباراه؟ دايما بيركز ان احنا لازم كلنا يعني نعرف نلعب جنب بعض. الاول حاجه الارسال لازم يبقى قوي، الاستقبال لازم يطلع في نص الملعب للباصيره يريحها علشان تعرف ترفع وهم يعرفوا يضربوا كويس، وان احنا ان شاء الله يعني نكسب كل الماتشات اللي جايه. كمان نقطة مهمة، بتشوفي الشباب مع الخبرة، الكابتن حمدي عامل توليفة مميزة جدا، في شباب موجودين وفي لعيبة خبرة موجودين، ازاي بتقدروا تستفيدوا من اللعيبة الخبرة؟ ازاي بيوجهوكوا؟ ازاي قادرين توصلوا للمستوى ده؟ طبعا في كابتن نهلة وكابتن شروق، مش عايزة انسى يعني كل الكبار، هم خبرة عننا كتير قوي، احنا الصغيرين لسه متصاعدين، فهم دايما هم بيقفوا جنبنا يساندونا في الماتشات اللي احنا أول مرة ننزلها، هم بيقفوا جنبنا ودايما بيشجعونا عشان نلعب أحسن وأحسن ونبقى زيهم إن شاء الله يعني. حاطين إيه في دماغكم كهدف ودوافعكم إزاي لتحقيق البطولة دي إن شاء الله بإذن الله؟ إن احنا الماتشات كلها ما نستهترش بيها، وإن احنا نلعب كويس قوي لحد ما نوصل لاخر ماتش واحنا كويسين ونكسب كل الماتشات ان شاء الله. ميرسي، شكرا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، وزي ما بنقول فرحه مميزه وفرحه كبيره بالنسبه لفريق النادي الاهلي، المباريات متتاليه ومتلاحمه، لكن عندنا ثقه كبيره في البنات. كابتن نور ياسين برحب بيكي في البدايه، مبروك النهارده الفوز، المباراه بالنسبه لكم شايف المباراه النهارده ازاي؟ ازاي قدرتوا كمان ان انتوا تاهلوا نفسكم للمباراه دي مع الكابتن حمدي الصافي؟ طبعا اولا تاهيل، ان احنا طبعا بنعمل اجتماعات وكابتن حمدي مش مقصر في التمارين خالص، والتركيز مع كل اللعيبه فرديه، لان هو كل ما المهاره بتاعت اللعيب الفردي عالي كل ما المهاره الجماعيه للفرقه كلها عالي. ثانيا الله يبارك فيك، معلش نسيت. وغير كده المباراه بالنسبه لنا كانت سهله، بس لسه احنا عارفين ان هو في دور الثمانيه والسيمي فاينال الموضوع هيصعب وبسرعه، فلازم يعني نركز اكتر. الانمي بالكيني وقرطاج تعتبر دول من اقوى الفرق المشاركه في البطوله، شايفه مستواهم الفني بقى متابعتكم البسيطه بالنسبه للمباريات، شايفه المباريات القادمه بالنسبه لهم في حال وجوعنا معاهم، واكيد ممكن بشكل كبير جدا ان احنا يعني نقابلهم، شايفه المستوى الفني نقدر نقول انهي اقوى، الانابيب ولا قرطاج التونسي؟ بص حضرتك، هو اولا هو لازم هنقابلهم في السيمي فاينل، لكن دول الثمانيه ممكن احنا ما نقابلهمش. انا شايفه شخصيا ان كل واحد فيهم بيمتاز بقوه، يعني مثلا قرطاج ما بتمتاز بالقوه على قد ما بتمتاز بالذكاء، يعني هي بيستخدموا عقلهم اكتر، لكن انابيب لو فائت او ان هي لو سخنوا حسوا ان هم ممكن ياخدوا منك الماتش بيبداوا قوتهم تعلى، فالموضوع لما قوتهم بتعلى بيبقى صعب ان انت توقفهم، فلازم تاخدهم من الاول ان هو لا احنا اللي هنكسب من الاول. انا عارف رغم صغر سنك، لكن انت من اللعيبه اللي عندها قياده في الملعب وعندها روح كبيره جدا، بتنقلي الكلام ده ازاي لزمايلك في الملعب، وازاي بتقدروا تكلموا بعض قبل المباراه؟ اولا طبعا قبل المباراه بيبقى في تركيز شديد، ما ينفعش نتكلم حد خارجي ابدا، وبالذات لما تبقى المباراه مهمه بيبقى الفرقه كلها قاعده مع بعض، ما بنخرجش او بنخش غير مع بعض. لكن موضوع بقى نقل الروح ده بيبقى في الملعب، ان انت يلا يا جماعه يلا هنلعب وبتاع وكده، وطبعا روح الفانيلا الحمراء كله بيبقى قلبه على النادي وعلى اللقب، فالموضوع يعني بيبقى سهل جدا ان انت تنقل روحك كويسا للناس الثانيه. جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عنده ثقه كبيره فيكم ان شاء الله ان انتوا تحققوا البطوله دي، عايز يعني تعكس لنا طبعا او تقول لنا انتوا ازاي مجهزين نفسكم وازاي قادرين ان شاء الله ان انتوا تحققوا البطوله دي. احنا اولا طبعا بقياده كابتن حمدي الصافي ومساعده كابتن ياسر وكابتن رانيا، احنا الحمد لله يعني كفنيا عاليين جدا الحمد لله، ويعني عددنا كتير قوي من التمارين والماتشات اللي هي الوديه اللي عملناها في سلوفينيا عشان نبقى كويسين البطوله. احنا طبعا يعني ان شاء الله قد الثقه بتاعت مجلس الاداره والجمهور، كنا نتمنى يعني ان احنا نلاقي الجمهور اعلى من كده في الماتشات، بس احنا عارفين عشان هو موضوع الماتشات ضعيفه شويه وبتاع كده، بس نتمنى طبعا ان احنا نايمين في دور الثمانيه والسيمي فاينل، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم وان شاء الله نكسب افريقيا تاني. الله يبارك فيك.
بنبارك من جديد يا كابتن هيثم كل جمهور النادي الاهلي على المباراه، مباراه النادي الاهلي اليوم اداء ونتيجه كالعاده. الكابتن حمدي الصافي مجهز بشكل كبير جدا للبطوله دي، وعندنا ثقه كبيره زي ما مجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في سيدات النادي الاهلي للحصول على لقب البطوله الافريقيه رقم 29. بكده تكون انتهى يمكن كواليسنا ولقاءاتنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره مع انتهاء مباراه النادي الاهلي وفريق ريفرز ال رواندي بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-0. اكيد هكون مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعينا كل جمهور النادي الاهلي لنقل اجواء ومباريات البطوله الافريقيه للكره الطايره رقم 29. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا ليك، مجهود كبير، بنشكرك على اللقاءات وبنشكرك على المجهود اللي انت عامله في ارض الملعب، وان شاء الله منتظرين المزيد طبعا كفريق عمل كامل لقناه النادي الاهلي. الف مليون مبروك فوز النادي الاهلي في مباراته الثانيه التي انتهت منذ قليل ريفينيور رواندي، مباراة الحمد لله تسعيد النادي الاهلي منذ البدايه للنهايه انتهت 3-0. الف مليون مبروك، ان شاء الله المباراه الثانيه بعد بكره مع فريق نيونج الكاميروني الساعه 8 ان شاء الله. ارجع لضيوفي في الاستوديو اللي برحب بيهم للمره الثانيه الكابتن هشام بدراوي، اهلا بيك يا كابتن منورنا. اهلا بيك يا فندم. وبرحب طبعا بنجمه النادي الاهلي السابقه ندى ايمن، اهلا بيك يا ندى. اهلا بيك يا كابتن هيثم. ارجع طبعا ليك يا كابتن. طبعا مبروك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واللعيبه والكابتن حمدي والفرقه كلها، مبروك علينا الانتصار دوت، وكان منظر فريق يشرف النهارده باسم كويسين الحمد لله. وكابتن حمدي عمل كل حاجه تقريبا، لعب كل اللعيبه علشان نشوف نقطه الضعف والقوه في لعيبته عشان يطمئن عليهم في الماتشات النهائيه ان شاء الله. كابتن تقييمك الفني للمباراه، ضعيفه المستوى متوسطه، هل في افاده للنادي الاهلي من وراها؟ طبعا النادي الاهلي استفاد النهارده كويس قوي، عشان زي ما قلت لسيادتك في الاول ان انت بتلعب فرقه ضعيفه تقدر تطبق الخطه بتاعتك على الفرق الضعيفه، فرقه جامده مش تقدر تطبق عليها الخطه بتاعتك. والنهارده الاهلي طبق في الشوط الاولاني والثاني، ويمكن الثاني كان اكثر واضح، انا قلت لسيادتك مش هيزيدوا عن 10، كان 25 10، طبق فيها كل حاجه كابتن حمدي السريع وكل حاجه فيه، فهو اطمئن لفرقته عشان جه الشوط الثاني اتغير برضه عشان اطمئن على البدلاء في البطوله ان شاء الله. تمام. طب ندى يعني رايك ايه في المباراه فنيا، وهل فعلا النادي الاهلي استفاد من هذا اللقاء بالرغم من ضعف المستوى، شايف المباراه ازاي؟ اول حاجه احب ابارك للفرقه، ان شاء الله ربنا يكملها لهم على خير. الفرقه النهارده زي ما كابتن هشام قال هم استفادوا كويس جدا من المنافس، قدروا ينفذوا كل الخطط اللي هم واخدينها، الجمل السريعه والرفعات المختلفه قدروا يطبقوا بشكل كبير كلام كابتن حمدي. هو كابتن حمدي نفسه كان عنده فرصة كبيرة ان هو يحقق كل اللي هو عايز يجربه. الفرقة عملت اللي عليها، أدوا أداء كويس، كل اللعيبة شاركت، أغلب اللعيبة تقريبا شاركوا ما عدا ندى وليد فقط التي لم تشارك، الليبرو الثاني بالظبط لأنها ليبرو، لكن بقيه اللعيبه كلها ليها دور كبير هيبقى في المباراه القادمه. طبعا اكيد يعني طبعا كل واحده في الفرقه بيبقى ليها دور، نجمه وصاعده بقوه، واكيد دورها ان شاء الله كابتن حمدي الصافي عارف كويس قوي، هو كل واحده بتبقى في ال 12 او في ال 14 بيكون ليها دور صحيح. يعني عارف هو واخد اللعيبه ديت، ممكن واحده تنزل نقطه واحده وتفرق في المباراه، فهي كل واحده بيبقى ليها دورها يعني صحيح. وهم كلهم لعبوا، اللي بره لعب زي اللي جوه بالظبط، يعني ما حسيناش بفرق اما حصلت التغييرات، شكل الفرقه صحيح. واضح زي ما هو، مفيش فيه اي مشكله صحيح. المستوى ثابت، كل اللعيبه ثابتين على مستواهم، فده شيء بيفرح، تطمن الفرقه طبعاً. تطمن على الفرقه طبعاً. طب خليني اقول لحضراتكم، يعني رفض الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الهتافات الغير لائقه التي جاءت في حق كل من احمد فتحي وعبد الله السعيد لاعبي الفريق الاول لكره القدم من قبل بعض الجماهير في مباراه مونانا الجابوني الاخيره، وقال إن هذا السلوك مرفوضا تماما ولا يجب الإساءة لهما بأي حال، وإذا كان الأهلي صاحب الفضل على جميع أبنائه بعد ربنا سبحانه وتعالى، فإن السعيد وفتحي أعطايا النادي الأهلي ومنتخب مصر الكثير على مدار سنوات طويلة وأسعد الجماهير، ولا يجب أن يتم التعامل معهما بهذه الطريقة. وقال الكابتن محمود الخطيب إنه يتمنى أن يستكمل اللاعبين مسيرتهما مع النادي خلال الفترة القادمة، وإن لم يحدث ذلك سيتم تكريمهما بالشكل اللائق، لأن العلاقة بين الأهلي ولاعبيه أكبر من أي تعاقد ينتهي أو يتم تجديده. وشدد رئيس الأهلي على ضرورة التمسك بقيم ومبادئ النادي بين عناصر المنظومة الأهلوية، حتى وإن كان هناك خلاف في وجهات النظر لا يجب أن يؤثر على التقدير المتبادل بين كل الأطراف. الحقيقة الكلام ده ما يخرجش أبدا عن نطاق القيم والأخلاق داخل النادي الأهلي، وهي دي
القيم، وهي دي الاسس اللي بيتعامل بيها النادي الاهلي او اي حد داخل النادي الاهلي. منظومه كبيره بيحكمها اخلاق توارثت تباعا، والكل بيحافظ عليها من اول مجلس اداره حتى اللاعبين. والحقيقه البيان او الكلمه اللي قالها كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، بتصحح يمكن يعني نظره معينه في التجديد، تعاقد في غيره او خلاف، ولكن كابتن محمود كلامه واضح وصريح انه هذا لا يصح ابدا ان يكون فيه هتافات معاديه يعني ضد كل احمد من احمد فتحي وعبد الله السعيد. والحقيقه واكد في كلمته كابتن محمود الخطيب انه يتمنى ان يستكمل اللاعبين مسيرتهما، يعني حتى كابتن محمود الخطيب بياكد انه يتمنى، ودي رغبه كابتن محمود الخطيب، ان اللاعبين او اللاعبان يستمروا داخل القلعه الحمراء، ودي بتنهي اي خلاف ان النادي الاهلي مش عايز يجدد او الكلام ده كله. ولكن بكلمه كابتن خطيب او بالبيان ده السريع هو واضح جدا رغبه الكابتن محمود الخطيب، كلام محترم وكان لازم نحطه قدام جماهير النادي الاهلي عبر شاشه قناه النادي الاهلي اللي هي قناه جماهير النادي الاهلي. يمكن ارجع تاني يعني كابتن هشام الحته دي، الحته دي اتفضل. اولا النجم، يعني النجم مش ملعب بس، نجم خلقيا وكل شيء. صحيح طبعا الكابتن محمود الخطيب نجم، النجم لازم يكون اخلاقياته بهذه الطريقه ودفاعه عن اللعيب على سبب زمايله بهذه الطريقه، فدي حاجه مش غريبه على الكابتن محمود الخطيب، عشان هو نجم، مش حكايه لعيب كوره ينزل يلعب كورتين او شوط يجيب كون يبقى هو ده النجم، لا. صحيح النجم في كل تصرفاته. صحيح في لبسه، في تعاملاته مع الناس، في كل حاجه. نعم. اظن الخطيب كان واضح جدا من يوم ما لعب في النادي الاهلي كان نجم من صغره بهذه الاخلاقيات. نعم مش غريبه على محمود الخطيب يقول الحاجات دي. نعم. طب كابتن، يعني نرجع يعني لمباراه اليوم ونرجع لفرقه الطايره بعد هذا البيان، حضرتك شايف مريم متولي يميني طبعا لانها لاعبه مؤثره جدا سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي، حضرتك طمنت عليها النهارده من خلال مباراتين شاركت فيهم، شايف ادائها الناحيه البدنيه، يعني طمنا على مريم. مريم متولي يعني ممكن اقول دلوقتي 70% او 80% من مستواها. ممتاز جدا كبدايه. كويس جدا جدا، وكابتن حمدي برضه بيحافظ عليها، بيكمل مشوار معاها بيحافظ عليها، وهي دلوقتي يعني ان شاء الله على نهايه الموسم هتكون وصلت للمستوى بتاعها 100% ان شاء الله. وضربها يا كابتن فنيا ضربها مؤثر، وحق الصد بتاعها مؤثر جدا، وهي من اللاعبات اللي عندها حماس وقوه، عندها حماس، حماس طبعا، عندها رغبه انها عندها ولاء للنادي الاهلي بطريقه غريبه. ليه بتقول كده يا كابتن؟ هي عندها ولاء بطريقه صعبه، ما تجيب سيره النادي الاهلي في اي مكان كانك يعني ده ولاء بطريقه صعبه، يعني احنا يمكن كلنا عندنا نعم. ولاء ما بنظهروش، هي بتظهره بطريقه غريبه يعني. نعم. يعني تقوم طالعه مريم لعيبه كبيره، هي عندها ولاء للنادي الاهلي، عشان كده يعني هتبقى ان شاء الله نجمه قريبه اكيد ان شاء الله. طب كابتن برضو قول لي مين لفت نظرك في النادي الاهلي النهارده؟ يعني حمد صافي. لا من اللاعبين يا كابتن، حمد صافي اللاعبات قصدي، يعني طبعا كابتن حمدي طبعا يعني النهارده قدر يعمل كل حاجه. اما ما زالت عندنا نهله على انها يمكن ما خلصتش كور كتير، بس نهله اساسيه في الملعب، ما تقدرش تستغنى عنها، ما تقدرش تستغنى عنها ابدا. اولا لو تشوف سيادتك نسبه اخطائها ما فيش اخطاء خالص، صحيح استقبالها وتنساها، وكابتن فرقه لها تاثير على في الملعب جامد جدا. صح، مش ضروري يعني زي ما بقول سيادتك النجم او اللاعب المؤثر للفرقه هي مؤثره، لان حضرتك كابتن يعني حضرتك راجل فني طبعا واستاذنا كلنا، ولكن نظره المشاهد، انا راجل مشاهد بشوف، انا من اول يوم حاسس من النهله هذا الكلام. ويمكن يعني ندى انت نفس جيل نهله، لعبتي معاها وخدتي معاها تلات افريقيا، يمكن نهله خدت واحده زياده عنك بس اربعه خدت اتنين زياده عني وانا بطلت ان شاء الله دي التانيه، ان شاء الله دي التانيه. هي نهله قالت في اللقاء ان هي خدت اربعه انت خدتي ثلاثه، انتوا كنتوا يعني مع بعض طالعين ونفس الجيل وحققتوا بطولات كتيره مع بعض. يمكن نهله انا احب كل مره اديها حقها، لان انا فعلا انا بنظره المشاهد نهله وجودها في الملعب اساسي جدا. انا الحقيقه شهادتي في نهله يعني مجروحه، لان نهله يعني صديقه عمر قوي، او ان انا بلاعب المنافس الاساسي بالنسبه لي. صحيح. فطبعا مع تقدم البطوله مستواها هيختلف، يعني أكيد. يعني هو المستوى طبعا مبشر بالنسبه لفرقتنا،
عاملين مباراة كويسة جدا، لاعبين بأداء مميز، كل اللعيبة عاملة اللي عليها وزيادة، بس قدام شوية هنلاقي كل اللعيبة بتطلع أكتر من كده. بس بتهيألي النهاردة في حاجات اطمنا عليها بشكل عام، اطمنا على مثلا الناحية البدنية للاعبات، فايقين، الضرب، النط، التحرك في الملعب كانوا كويسين، الارسالات، الحاجات الفنيه دي بتبان شكل الفرقه، المهارات عامه بالنسبه للفرقه يعني وضحت بشكل كويس، الارسال، الهجوم، البلوك، الديفنس، الاستقبال، يعني كمهارات منفصله كل مهاره. لا الدنيا كويسه. طبعا كويسه جدا يعني، والاعداد البدني طبعا معاهم خطه احمال هايله، كابتن رانيا عبد العزيز عامله شغل معاهم طبعا، كل واحده يعني ان انت توصل في البطوله، ان كل لعيبه تاخد منها التوب بتاعها. صحيح، هو ده الهدف، هو ده الهدف، ان انت توصل اللاعبات في البطوله وفي التوب فورم بتاعهم، ان انا العب اوصل ال 10 ايام دول، الفرقه بتلعب، كل واحده بتلعب بكل طاقتها ومفيش عندها اي مشكله، ما بيجيش الكيرف بتاعها ينزل في وسط البطوله، ما بيجيش الفرقه تلاقيها فجاه وقعت، التحميل زياده او التحميل قليل فمش قادرين يوصلوا للتوب. فهي دي الفكره من وجود مخطط، ان انت توصل في البطوله تلعب ال 10 ايام وانت باعلى فورمه للعيبه. صحيح صحيح. طب كابتن هشام، يعني يمكن الناحيه الفنيه خلينا نتكلم شويه على الديتيلز، زي ما اتكلمت مع كابتن ندى، مطمن على الشكل العام يا كابتن ولا في حاجات محتاجه تتظبط؟ لا مطمئنين طبعا، مطمئن على الشكل العام طبعا. الفرقه النهارده ادت مباراه زي ما قلت سيادتك، هي مش لازم اكسب اول تعب، لا، منظر الفرقه، تحركات الفرقه، الحائط الصد بتاع الفرقه، الديفنس بتاع الفرقه النهارده، يعني خط الخلف اللي عندنا النهارده كان مهم جدا، ودي نقطه ضعف تمام اللي بتبقى في الفرقه كلها. صحيح. اللي هي الديفنس والاستقبال، النهارده الديفنس والاستقبال ما فيش اخطاء كتير، كان من معدومه الاخطاء عندهم، يمكن احنا قصرنا شويه في الضرب المباشر اللي هي الكره اللي جايه من الخصم على طول، دي النهارده ما كناش موفقين فيها، فممكن يحصل تدريب. اكيد 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 هتتحسن. وخلينا نروح برضو لمراسلنا في ارض الملعب، في لقاءات ولازم نشوفها، نروح لارض الملعب، اتفضل. مستمرين معاكم اعزائي المشاهدين في تغطيه خاصه وخاصه جدا للبطوله الافريقيه للانديه لابطال كره الطايره سيدات من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، ومعانا ومعاكم كابتن رنا، احد اللاعبات المتالقات في فريق كره الطايره بالنادي الاهلي، عقب فوز النادي الاهلي النهارده امام ريفنون رواندي بثلاثه اشواط. كابتن رنا برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بحضرتك. تقييمك النهارده للاداء ونتيجه المباراه واللاعبين، خصوصا ان هو كان فوز النهارده باداء اكثر من رائع امام فريق ريفنون رواندي. الحمد لله احنا فعلا النهارده ادينا اداء كويس جدا في المباراه، كان هدفنا ان احنا خلاص نخش في مود البطوله. الفريق النهارده فريق كويس، ما يعتبرش فريق ضعيف، فالحمد لله ان احنا قدرنا نظهر بشكل كويس، والحمد لله برضو قدرنا ان احنا نشارك كلنا عشان كلنا نجز ان شاء الله نهائيات البطوله باذن الله. شايفا ان البطوله دي بيشارك فيها اكبر عدد من الانديه 19 نادي، شايفه ازاي شكل المنافسه ومن المرشح لاقوى للفوز باللقب امام النادي الاهلي؟ والله لما بتكون الفرق كتيره دي حاجه يعني مش وحشه خالص، بالعكس دي بيديك حافز اكتر طبعا. فعلا السنه دي فرق كتيره جدا 19 فريق، بس احنا ان شاء الله يعني حريصين ان احنا نرجع اللقب باذن الله. ان شاء الله يعني ممكن في فرق كتيره منافسه، ممكن فريق كارتاج، ممكن بايب لاين، البريزنس، الفرق دي طبعا من الفرق اللي بتنافس على لقب البطوله، خصوصا لان حصلت عليه قبل كده، بس احنا ان شاء الله مش هنضيعه السنه دي باذن الله. كابتن رنا، لاعبه فريق الكره الطايره بالنادي الاهلي، مبروك الفوز وبشكرك شكرا جزيلا. ميرسي، الله يبارك فيك، شكرا. مشاهدينا مستمرين في التغطيه المتواصله عقب فوز النادي الاهلي على نادي ريفنون رواندي بنتيجه 3-0، كل التوفيق للنادي الاهلي في جميع الادوار المقبله ان شاء الله. مستمرين معاكم اعزائي المشاهدين في تغطيه خاصه وخاصه جدا للبطوله الافريقيه للانديه الابطال لكره الطايره سيدات، معانا احد اللاعبات المتالقات جدا وظهرت بمستوى متميز النهارده، كابتن فريده العسقلاني، مبروك الفوز وبرحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. الله يبارك فيك، شكرا. تقييمك النهارده الاداء ونتيجه المباراه؟ هو احنا في مجموعه سهله، فيعتبر النهارده ماتش سهل، احنا الحمد لله لعبنا حلو وواخدين البطوله واحده واحده عشان هي بطوله صعبه جدا، فادائنا النهارده كان كويس قدام فرقه مش قويه قوي، والماتش اللي جاي برده هيكون مش قوي قوي، بس ان شاء الله في السيمي فاينل والكوارتر فاينلز، يعني كوارتر فاينلز سيمي فاينل والفاينل هيبقوا ماتشات اجمد بكتير، فهنبقى محتاجين يعني نشد حيلنا اكتر من كده. مع وصول البطوله للادوار الاقصائيه بتزداد صعوبه المنافسه، يا ترى مين المرشح الاقوى للفوز امام النادي الاهلي من وجهه نظرك؟
هو مفيش حد معين، بس هو في تلات فرق هما جامدين قوي. كينيا الفرقتين بتوعهم بايبلاين والسجون، وفي كارتاج طبعا التونسي ده برضو فريق قوي. بتالي نهائي المنافسه هتبقى ما بيننا يعني، وان شاء الله ان شاء الله نكون قدها ونكسبها يعني ان شاء الله. كابتن حمدي الصافي بنلاحظ بيتعامل معاكم تعامل نفسي اكثر من رائع، يا ترى كان ابرز التعليمات النهارده كان ليكوا ايه امام الفريق الريفينور رواندي؟ ان احنا عارفين من الاول ان هو فريق سهل، فهو كان بيدينا على طول الثقه ان احنا نعمل اي حاجه احنا عايزينها في الملعب، اللي هو لو في فنتات جديده اعملوها عشان ناخد الثقه وناخد على جو الملعب وكده، فهو بيدينا روح قويه قوي في الملعب. فلا يعني هو النهارده كان في سبورت معنوي جامد. لاعبات النادي الاهلي النهارده كانوا بيزدادوا تالق مع مؤازر جماهير النادي الاهلي وهتافات جماهير النادي الاهلي النهارده، يا ترى تقولي ايه الرساله اللي توجهيها لجماهير النادي الاهلي النهارده؟ هو النهارده كلهم ما جوش عشان المشكله اللي حصلت في الماتش الكوره، بس لا كنت متضايقه، كان نفسي ان هم كل الناس تيجي، فاتمنى ان الماتشات الجايه كلهم يقدروا يجوا عشان هم بيدونا روح قويه قوي في الملعب زي في البطوله العربيه اللي فاتت. فلا يعني نفسي إنه يعني اتمنى ان هم كلهم يكونوا موجودين الماتشات اللي جايه. كابتن فريده العسقلاني احد اللاعبات المتالقات النهارده، بشكرك شكرا جزيلا ومبروك الفوز مره ثانيه. شكرا. مشاهدينا ده كان لقائنا مع كابتن فريده العسقلاني احد اللاعبات المتميزات النهارده عقب الفوز النادي الاهلي على فريق ريفونور رواندي بنتيجه 3-0. كل التوفيق للنادي الاهلي في جميع المباريات المقبله. الزميل ادهم ندى شكرا جزيلا ليك. الوقت مر سريعا كابتن، كلمه اخيره. كلمه اخيره نداء للنادي الاهلي، عايزين الجمهور يخش و سلوكيات بتاعت الجماهير النادي الاهلي لازم تبقى موجوده، عشان من الماتشات اللي جايه ان شاء الله لازم نحس ان احنا في بلدنا وبين جمهورنا وبين فرقتنا. اكيد. وبطلب من اللعيبه المكاسب دي كلها، ما فيش ننسى المكسب بتاع النهارده، ونبدا في بكره الماتش النهائي بكره وبعده وبعده وبعد كل يوم ماتش نهائي، وربنا هيوفقهم ان شاء الله ويلتزموا باذن الله. كابتن هشام بدراوي مدير فني منتخبات السيدات والانسات في الاتحاد المصري لكره الطائره، شكرا جزيلا نورت لي النهارده. طبعا شكرا جدا. ندى كلمه اخيره تقوليها في اخر لقاء النهارده. احب ابارك للفرقه واقول لهم ربنا يوفقكم ان شاء الله في اللي جاي، ونحاول نحافظ على مستوانا زي ما هو، وزي ما كابتن هشام بيقول ما نفكرش في المكاسب اللي حصلت، نفكر في اللي جاي ونستعد كويس للماتشات اللي جايه، وان شاء الله الجمهور هيبقى معاهم وهيأزرهم بكل قوه، وان شاء الله يفرحونا كلنا ان شاء الله. ندى ايمن طبعا نجمه النادي الاهلي السابقه، شكرا جزيلا ونورتينا كابتن هشام. ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين شكرا جزيلا، كان يوم طويل، بس احب اقول في اخر لقاء كلمه. النادي الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ولكن النادي الاهلي بيكسب عشان عظيم. دي كلمه كابتن عادل القيع اللي هنشوفه كمان خمس دقائق في برنامج ملك وكتابه. كابتن عادل القيع والاستاذ ابراهيم المنيسي خمس دقائق بالظبط ان شاء الله هيكونوا معاكم في برنامج ملك وكتابه، هيمتد معاكم ان شاء الله لغايه الساعه 1 بالليل. خلينا بقى نطلع فاصل ونستقبل طبعا كابتن ابراهيم، كابتن عادل القيع والاستاذ ابراهيم المنيسي، ونقعد نتفرج كلنا زيكو على البرنامج. شكرا جزيلا لحضراتكم، وإلى لقاء آخر بكرة إن شاء الله مع ملوك الصلاة. شكرا جزيلا.